اهلا وسهلا فيكم في المثابر. اليوم معانا الضيف واخي رفيق عيد بطل لبنان. اهلا وسهلا فيك رفيق، ومرحبا عبد الله الشطي. ان شاء الله رفيق، شو والله الاخبار؟ بحييك كابتن، بحييك عبد الله، مشتاقين كثير والله. صار لازم مزبوط هذه المسابر، لازم نشوف بعضنا ونحكي اي نخبر اخبار، لان صار لنا وقت ما شفنا بعض. انا خصيصا اخترتك لان قصتك يونيك، يعني حاله نادره، وان شاء الله كثيرين اظن راح يتحمسون من ورا قصتك انت بالذات. يعني انا يوم تعرفت عليك وعرفت سوالفك وشفتك، شوفت عيني التطور، يعني انت قمه الاراده عندك، وصراحه الانسان الواحد لازم يقتدي فيه في الرياضه، فهذا الشيء ممتاز صراحه. عشان كذا انا اخترتك انك تكون ضيف حلقتنا ونسولف وياك. يعني خلينا نسالك اول شيء، شو الايام هاي عندكم؟ في حظر جزئي كلي ولا كيف ترتبات في لبنان؟ والله كابتن، نحن وقت الكورونا كوفيد 19 صار حجر، هلا بلش يخلص. حلو. هلا صرنا جمعه تقريبا خالص. اللي عملناه وقت الحجر، طلبت انا من كل الشباب اللي بيتمرنوا معي اكيد ما يوقفوا. جربت قد ما في ساعدهم، بس كان الفضل الكبير لك وقت ساعدتهم بالتمرين لايف اون سوشيال ميديا. كله يجوا لعندي يقولوا لي اتمرنا مع الكابتن البلوشي، والله انبسطت فيها وحسيت مزبوط انه لازم ركز اكثر على السوشيال ميديا، لان انا شوي بعيد عن السوشيال ميديا. هذا عتب عليك، لان انت ما شاء الله عليك شخصيه جدا ايجابيه. والله صحيح. اعتقد عبد الله الشطي يتفق معي، يعني اللي صح اتفق، اللي يلتقي فيك يلاحظ قمة النشاط والإيجابية فيك. يعني اللي حولك حوالينك ينتشي بس مجرد وجودك معاهم. بس أنا عتبي عليك كبير يا أخي، صار لي زمان ما زرتنا، يعني صار لك زمان ما زرتنا الإمارات. يعني أظن آخر مرة التقيت فيك عندنا في الإمارات أظن 2015 إذا ما خبرني الظن، أو 16 مو متأكد. صحيح صحيح، هذا الشيء كابتن حكينا سولفت فيها انا وعبد الله وقت اجى على لبنان، كان عنده برنامج دريفن. اللي صاير انه بظروف الشغل، لان انت عارف انه انا شوي يعني مقسوم بين شغل ورياضه. صحيح، مش كله رياضه. بظروف الشغل جبرتني شوي غيب، يعني صرنا قبل كنا عندنا سوق الامارات عم نروح عليه بظروف الشغل. كان عندنا اكسس اسهل على الامارات ونروح ونجي على دبي، ورجع وقتها صار تغيرت الظروف، غيروا لنا البلدان اللي عم نروح عليها، ما عدنا نقدر نروح. هذا هو الوضع. بس والله مشتاقين لدبي، انا مشتاق، بحس هيك بحنان لهديك الايام، خاصه انه الواحد اذا تطور بده يحس انه لازم يضل يقيس حاله وين كان وين صار. والشباب وقت اجى عبد الله، هذا حماس كان عندي انا، قلت له وقت كنت مبلش موتو كروس كان عبد الله على البوديوم ما شاء الله. صحيح، يضل هو الشباب. قلت له يا عبد الله، انا كنت بوقت عم بتعلم موتو كروس، لا عبد الجمعه اتمرن على الحلبة. قال لي لا ما تعطلم. انا كلمني ما بعرف اذا تفاجئ هو. هو تفاجأت صراحة، تفاجأت. والحلقة كانت حلوة ببرنامج دريفن، بس تفاجأت في مستواك، وخاصة بالحلبة الجديدة هذه اللي انت مسويها، فكانت مفاجأة بالنسبة لي. والأرض كانت يعني صعبة، يعني يابسة على الجنبات، وكان فيها حصى، يعني يبيلها براكتس كثير عليها. الريال قال لك تعال قبلها بجمعة تدرب، ليش ما اسمع كلامه؟ ليش كابرت وما صرت تدرب؟ والله هو بعده بصراصه الصورة تبع رفيق اللي عم بيقول له ستاندينج إلبوز أب لوك أهيد، بعده عم بيعلمه قال هيدا شو بده يكون صار معه بعد 15 سنين، يعني اللي ما رح محله يعني. لا ما شاء الله، مستوى ولا أروع صراحة. جلاد هذا كله من إيطاليا، ترى يعني إيطاليا غيرتك شوي علينا.
إيطاليا ساعدتني لأنه عندهم كمية حلبات كبيرة، يعني محل ما منروح على شمال إيطاليا مثل كأنك قاعد بالمطعم، يعني اليوم بدك تسوق على أرض يبسي بتروح على أرض اليبسي، النهار بدك تسوق على الرمل بتروح على الرمل، النهار بدك حصى بتروح حصى، وكلهم بعيد عن بعضهم يعني خبرية نص ساعة ساعة، فهيدي ساعدت. بتسافر 10 أيام لهونيك فيك تعمل تنوع بالتدريب، بدك هون شهر وشهرين لحتى اللي تقدر تاخده، أكيد ساعدت. تنوع بالتدريب شيء مهم، مهم في مشوار المتسابق اللي يبغى يطور من نفسه، وهذا شيء زين الواحد يلاقي أكسس لمنطقة أو لبلاد أنه يغير من مستواه يطور من نفسه، وهذا أكيد يعني. وأنت بس بعد رفيق من طبعك ما شاء الله عليك وايد تركز في التفاصيل وتتعلم بسرعة، فهاي ميزة فيك يعني. حتى إن كان بنتطرق لموضوع الماونتين بايك بعد نفس الشيء، أنت يعني معروف عنك ما شاء الله عليك وين ما حطيت يدك توفقت، لأنك دقيق في التفاصيل. إيه، وهذا الشيء محسوب لك يا أخوي، هذا الشيء محسوب لك. صحيح صحيح. زين. أنا لأنه بالنسبة لي التفاصيل هي اللي بتعطي الفرق. أكيد 100%. هلا إذا بتقرأ عناوين الصحف أو شيء، تقرأ عنوان ما بتفهم شو المضمون، بدك تقرأ هاد السطور الصغيرة لا تقدر تفهم الموضوع. العطول العناوين العريضة بالرياضة بتختلف عن مضمونها، يعني كل العالم هلا أكيد بالأكاديمي عندك نفس الشيء، بيوصل الرايدر أو الشخص بيطلع من بعيد بيشوفها كلها هينة، بقول لك أنا بدي أعمل بعمل مثله بعمل، بيجي ليطبقهم بيلاقي ما في عم يقدر يطبق شيء لأنه ما إنه شاف العنوان من برا، ما شاف المضمون تبع الرياضة. صحيح. زين رفيق، خلنا نتكلم الحين ندش في صلب الموضوع، عطنا بداياتك. عطنا بداياتك في هاي الرياضة اللي أنا أعرفها بس أبغى اليوم الجمهور والمشاهدين يعرفون ويتعرفون على رفيق عيد طريقة مباشرة، لأن مثلاً في وايد ناس من الوطن العربي ما تعرف أو ما شافت رفيق عيد والمستوى اللي وصل له حالياً يعني. فخلنا نقول بداياتك، شو اللي دخلك مجال الموتوكروس؟ والله قصتي مع الموتوكروس هي حلم طفولة. بس بتعرف كل الأحلام بيجي مع ناس معها وناس ضدها. صحيح. الوالدة كانت أمي كانت ضد هالموضوع هذا، وأنا كنت بعمر 11-12 سنة كنت عطول طلع شوف الموتيك إنه مثل كأنه حلم، بدي كانت وقتها أشوف السوزوكي RM 85 مثل كأنه إذا بيعطوني إياها بملك الدنيا. وبقيت نق على والدي انه لا بدك جيب لي وبدك بدك، والدي قدرت اثر عليه انا شوي ولكن الوالدي ولا كان ممكن استحاله ولا كان تغير رايها. امنا قررنا نجيب بايسيكل وهيك بلشت قصه البيسيكلات. فجابوا لي بايسيكل، قمت انا نقيت البايسيكل اللي فيها سسبنشن من وقتها، وصرت اسرع بالبايسيكل لاسبق الدراجات الناريه اللي بتلاقي فيها على الطريق، يعني ما روح غير مشوار غير ما اوصل ميت من التعب او ارجع ميت من التعب، ما في مجال. بس تلاقي على الموتوكسيكل ماشي على الطريق اعتبر دار سبق انا وياه. حتى هو مبدا رياض انه انت في السباق معه. هو الزلمه يكون ما عارف يعني على الموتوسيكل مش عارف انه في واحد عم بيموت وبيقطع عنه، هذا هو ماشي عادي واحد عم يساعد. هون بلش الشغف يزيد بكل شيء نزول، يعني بس تيجي الطريق وفيها نزله ارتاح انا لان عم دعس وعم ايام اقطع عنه لان سرعتي مثل الاخوات يعني. وخدت اختصاص لانه ما عندي غيره رياضه، اختصاصي صار بعدين داونهيل انه يعني انا وين في نزول انا بنزل لانه تعودت كل شيء. هون برجع بعيد ولا تلاميذي حتى انه ما في شيء بيجي غير بالتكرار. صحيح. يعني كل شغله بتسابر عليها وبتعمل تكرار 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 بتصير ما تحس بشيء، بتصير تحسها كانه كيف واحد يوقع بفرش اسنانه، مش كل يوم بتفكر كيف بدك تفرش اسنانك، لا بتقوم بتفرش اسنانك. انا بحب اطلع على البايسيكل او على الموتوكروس، قبل كانت على البايسيكل ما حس انه ما بدك بروح درج
حفه جامبينج كورنر، صارت البايسيكل مثل كاني ماشي على الطريق عادي يعني. وهون بلش ينبع فيي اذا بدك انا من الموجود فيي هو روح الكومبيتيشن. بحب الكومبيتيشن يعني ما بعملها، وهون بينعكس اكيد عدم اهميتي بالسوشيال ميديا. انا ما بعمل كومبيتيشن لانشهر براسي، انا بعمل البلاجر تبع ستريس الكومبيتيشن. انا بقول لهم هيدي الكومبيتيشن بتحمسك، بتخلق لك شغف جواني ما حدا في يخلق لك اياه. على العالم بتشوفك على السوشيال ميديا وانا ما بشوفك انا مبسوط. صحيح. مش هيك ضلني لاحق الكومبيتيشن، وين في سبق وين في خبريه بتلاقيني رحت على الكومبيتيشن. بعد البايسيكل والمغامرات تبعي بالبايسيكل لحتى لي ضل هالشغف موجود. انا من صغري الوالد كان على طول يعني يوجهني صوب الرياضه، كان عندي كنت اعمل كثير مارشال ارت يعني الاساس بجسمي العضل وهيك موجود من عمر 6 سنين، كانت لل 14 سنه كنت استعمل المارشال ارت كل انواع المارشال ارت بوكسينج تايكواندو. فكان بكل سيرتي بس عوز هالعضل او هالجسم هالكوردينيشن اللي نحن عايزينها توجد لانه موجوده من صغر، وبس تطلب عضلاتك عندك التنسيق بين عضلاتك يعني كان بالجامبينج ان كان بالركض ان كان بالبايسيكل بحي الله شيء بدك توجده هو الاساس هو جسمك، وجسمك موجود العضلات فيه بشكل جيد. فهيدا ساعد كل هالشيء. ومع الوقت بس خلصنا بايسيكل وصرنا اكيد بعدنا شوي عن الوالده عشنا وحدنا، واجهنا مشكله المصاري مثل كل هالشباب اللي طالع. مشكله المصاري والقدره الشرائيه للشاب خاصه عندنا نحن هون بلبنان وما بعرف اذا بالوطن العربي كله، بس انه محل ما انا ترعرعت وكبرت هي مشكله كبيره. يعني بيكون الواحد بعز عطائه ما بيلاقي لا سبونسر وما بيلاقي مصاري ليصرف على الرياضه. يعني وجود الرياضي المحترف صعب بمجتمعنا تقدر تعيش من رياضتك انت. هذا الشيء كان صعب على عمر العشرين سنه، ادى انه وقف كل شيء رياضه. وقفنا بايسيكل، وقفنا مارشال ارت، وقفنا كل شيء، واتجه دماغي بنفس الضغط اللي كنت داعس فيه لقطع عن الموتورسايكل بالشغل، لانه الهدف كان انه نعمل مصاري. قلنا ما عندك غير حل، قال لا اعمل مصاري وبعدين بس تنحل خبريه المصاري بنشوف شو بنعمل. وبلشت شغل. يعني انا فيي اقول لك كابتن اني شاغل 12 سنه مش اخذ نهار فرصه. صادق صادق انا عارف هاي شخصيتك، هاي شخصيتك عارف. 12 سنه انا دولار دولار تيك 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 لا حلينا قصه الماليه. بعد 12 سنه كان صار عمري قديه، صار عمري 32 سنه ولا رياضة على 12 سنة، صار وزني طلع 30-35 كيلو. بس لا أنا أتمنى لا 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 تعب لا تعبرها. كم كان وزنك يعني؟ لا وصل وزني 110 كيلو. طلع من 80 كيلو لل 110 كيلو. أنا عندنا أباك تطري هاي التفاصيل، لان اليوم كثير من الشباب يتابعون اوفر ويت اوبيس متان يعني، فاباهم يقتدون من قصتك ويتحمسون. يا جماعه ضروري تنتبهون على قصه رفيق عيد لان انسان صدق بطل بمعنى الكلمه. كمل تفضل، اسمح لي قاطعتك يعني. اي فقصه الوزن وهي حاله طبيعيه بتدمر لك راسك يعني، بتصير انت توقف على المرايه تطلع تلاقي حالك مش خارج الرياضه انت. انت شخص خارج تقعد بالقهوه تأرجل تشرب قهوه كل شيء تعمله الا الرياضه. بيصير وضعك انت بالمنتلي ضعيف. بقي شغله واحده ذره صغيره موجوده فيي من جوا، الاحساس الشغف اللي كان يجي من البايسيكل. تخيل عندك مصاري وشربت ارجيله واكلت ماكدونالد ورحت على الكي اف سي، هذا تنين هذا ثلاثة هذا أربعة، طيب ما بعد في خميس وجمعة وسبت وأحد بدك تعيدهم. عرفت إنه قلت أنا يا خي رجع أجيب بايسيكل من جديد. جبت بايسيكل
وهون كان النقطة المهضومة انه صوروني انا على البايسيكل، ما كنت شايف حالي انا. انا شايف حالي انا وصغير بانه حجم مقبول واحد على بايسيكل، صوروني 110 كيلو على البايسيكل، ما تشوف ما تشوف، بتشوف كيس زبالة كبير او بالون قاعد عطن له بايسيكل تحته. قلت خلاص هونيكي بهاللحظة خدت قرار ارجع انا سيكس باكس جسمي مقصم مثل الليرة، بدي رده جاني مش مثل الليرة هلا اكيد ايام زمان. فبلشت قصة الدايت والريسيرش على الاكل وفتحنا الدومين، ريد كتب انا عن كيف بك تاكل وتكون رياضي بثلاث سنين قد اللي درسهم بالجامعة. انا دارس 7 سنين بالجامعة. الكتب النيوتريشن والسبور اللي قاريهم بتحطهم بال وراي بالبيت، شوف هدول اكثر من اللي درسهم بالجامعة. افهم كيف بدهم. انا هون انت بتقلي تفاصيل مزبوط، يعني انا ما كنت قادر اضعف اذا ما فهمت كيف لازم تضعف. صحيح. وهيدا الشيء لتضعف اخذني وقت 6 أشهر 7 أشهر لحتى شلت تقريبا شيء 10-15 كيلو مع تنظيم الاكل، مع خلق روتين جديد. يعني اليوم بس تتعود توعى بكير، لان انا مجبور على الشغل. انا كل هيدا عملته من الساعة 5 الفجر للساعة 7:30، يعني عندك 2:30 كل يوم قبل ما تدور سيارتك تروح على شغلك، مفروض تعمل رياضتك وتكون عم ترجلج اكلك وتضلك مسابر على الرياضة لحتى لما ترجع تنصح. اخذتني 6 شهور. 6 شهور ما وصلت على 6 باكس مثل ما انا كنت مشارط الاصدقاء اللي حدي. قلت له من هلا 6 شهور كنت خفضت لي شيء 20 كيلو بعد عنا شيء 12 كيلو لحتى نصير منيح. هدول اخذوني شهرين قدرت ارجع رد جسمي مثل ما لازم يكون، جسم رياضي صحي. الوزن اللي خسرته ما خسرته بلا عضل، يعني تصير الواحد هيك مش قادر يقوم يمشي، خسرت الفات وخلينا العضل، لانه كرياضه ما فيك حيالله واحد يوقف اكل بتضعف، ما بطل فيك تعمل رياضه. يعني هذا الشيء عطاني مثل هيك من جوا انه لا فيك تعملها بعد، بضل فيك تعمل اللي بلشت فيه. وهون اجت نظريه ننسى العمر، لأن هون كنا صرنا بال 34 35، وينك وين العالم كانوا، يعني كلنا بنعرفه للكوتش كريس موكلي. ايه هو شريكك بالاكاديمي. وقف على 27 يسوق. ايه صح. وهو واحد من اللي كانوا متفاجئين وقت جيت على الاكاديمي. هلا بنذكر كيف جيت على الاكاديمي. قلت براسي لازم ننسى العمل، وجبت كتاب عم بقراه عن الفتنس وهيك، بيعطيك فكره عن العمر الرقمي والعمر الجسدي تبع الشخص، يعني بيفصل لك ايه هون. في العمر الرقمي اللي هو على التذكره على الهويه على الاي دي، والعمر بيعطيك قصص لازم تعملهم مثل الكارديو فاسكولر والاكسرسايز، بيحددوا لك عمرك الفعلي. يعني هذا الجسم بغض النظر عن الشكل والدقن الشايب، هذا الجسم والفعاليه تبعه بتساوي عمر هالقد. والله وعملنا الفحص طلع انه انا كنت على ال 34 بس عمري 19 سنه. قلت والله ليش بدي ضلني مركز على العمر على الاي دي، ركز على العمر الثاني اللي طلع معك الكالكوليشن وخلص مشي من هونيك. صح هذا صح. وهيك صار يعني. فتحولت انا من شخص بيشتغل ليل نهار لشخص وناصح يعني بدين، لشخص بيشتغل دوامه مثل دوام بقيه الناس 6 ساعات 7 ساعات بالنهار وصحي رياضي. ورجعنا على البايسيكل. من بعد البايسيكل بما انه كنا بعدنا عن الوالده قلنا نحن في شيء لازم يبلش، حلم صغير كان خلينا نكبره، بلشنا بنفتش تنبلش موتوكروس، وهيك وصلنا على الموتوكروس. للموتوكروس
زين، او اول دراجه خذيتها كم كان عمرك بالضبط عشان بس الناس تعرف، او جربتها موتوكروس او اندورو موتوكروس اوف رود بايك؟ اوف رود بايك كان عمري 34 او 35. كان عندك شريكك الفرنسي، هو كان في الرياضة، هو كان عندي، هو رئيس مجلس الإدارة للشركة اللي اشتغلت فيها أنا، هي شركة عالمية، كانوا معينين رئيس مجلس إدارة ألماني. ألماني صح. وهو بحب الأندورو. وأز هونيك نهار خلص الاجتماع تبع الشغل، كان نهار جمعة، عم بيقول لي إنه هو بحب كثير الأندورو، إذا بعرف شيء بلبنان وين بيروحوا أندورو وما كذا. انا بس والله حكي الموضوع يعني من المواضيع اللي اللي بقول ايه بعرف وانا بكون ما بعرف، قلت له علي هذا الموضوع انا بلاقي لك اياه. هو ايه من هون كان عندي من نهار الجمعه لنهار الاحد لرتب الامور، كنت مرتب كل الامور، مع العلم ما كنت طالع على الموتوسيكل. لنهار السبت الزلمه اللي دبرنا الموتوسيكلات لحتى اللي نطلع نسوق فيهم، طلعت مشيت معرف. انا لليوم بعد مش عارف كيف مشيت معي. سألت سؤال قال لي مش طلعنا مشينا. وهيك هيك طلعت اول مره على الموتوسيكل، انا كان عمري 34 او 35 سنه. وبلشنا قصه اندورو على الخفيف بس بلا تكنيك. ورجعت قطشت وقتها، هو سافر على المانيا وبطل بلبنان، رجع قطش المشروع هذا، بس كانت ولعت من جوا خلص. خلص. اي سنه تتذكر اي سنه كانت؟ كانت 2097 شيء 2000 او 99 او 2000. اوكي، يعني انت مارست رياضه من 99 ولا خفيف تقريبا؟ اول مره يمكن طلعت 2009 يمكن 99 ولا 2009؟ لا 99 طلعت على الاندورو اول مره. موتو كروس اخذتني لل 2009 رجعت طلعت عليها. 2010 كمان. اي لما جي خلني اخبر عبد الله، انا كنت راد من اظن كانوا جايينكم مبارك احمد وعلي الكبيسي، كانوا جايينهم لبنان يحكمون اظن اول سباق او شيء كان عندهم. فقالوا 2011 كان 2011، فقالوا لمحمد البلوشي عنده اكاديميه في دبي، ليش ما تزوره؟ وانا 2011 كنت اجهز حق دكار، فالتقيت فيكم يوم انا راد من دكار ومصاب اي مروح ايدي وعمليه، وتلاقيت وياهم في الحوي في البيت، كان كريس ورفيق وادمون ساسين. اي وانا متعور وراد وشباب جايين يتدربون، كريس يقول لي في ناس جايين يتدربون، بس انا خارج نطاق الخدمه حاليا، انت قوم بالوقت. فسبحان الله، يعني احيانا تلتقي في ناس تقول هذا جاي يجرب يعني يوم وخلاص بيترك، وبالذات يعني 2012 يوم التقينا كنت يعني اوريدي، يعني اي حد يشوف هالعمر يقول له هذا ما بيكمل، يعني بيخليها هوايه. يعني انت اليوم اللي وصلت له من مستوى، من انجازات، من اللي سويته كانشطه في الحلقه، يعني حلبه اكاديميه في لبنان، في ناس تاخذ معاهم لايف تايم اللي هو العمر كله. يعني انت سويته في من التقينا 2012 في ظرف 3-4 سنوات. صح. شو من ما شاء الله، يعني شو من طاقه وشو من اصرار وعزيمه عندك يا اخوي رفيق. الواحد لازم المفروض تكتب كتاب عن هالشيء. الله الله. هلا ما في وقت، هلا بعد العزم موجود بس نخلص نكتبه. يا ان شاء الله بعدنا يا شباب. ف 2012 عبد الله اعتقد بالنسبه لي انا كانت بدايه رفيق عيد الفعليه. صح. لان يوم جانا كان بيجنر، كان يعرف يسوق بس اداءه كان بيجنر، من بيجنر الى ما لسبك في لبنان بما بلف. لا لا تغير 180 درجة، يعني ما شاء الله تغير. حتى أنا لما رحت على لبنان أصلاً تغيرت بالنسبة للرياضة اللي بلبنان، تغيرت يعني حتى الحلبة تغيرت
ورفيق تغير بالسواقه وما شاء الله مجموعه الشباب اللبنانيين هناك شغالين تمرين يعني تغير الاجواء تغيرت. بس دائما عبد الله اي بلاد اي دوله يبدا التغيير من شخص لازم أكيد. حد يكون يقوم بالواجب لان اذا انا وانت ترينا والله ليش ما يسوون لنا ويشتغلون لنا ما بيصير اي شيء. صح هذا الريال ابتدى ضحى من وقته من فلوسه كان يجينا والله هاي اول اربع سنوات كان يجينا شهريا كان يجي اقل شيء اسبوع كل شهر في السنه يجي اسبوع يتدرب ان شاء الله يجلس ويكند يتدرب حكم شغله كان يسوي اثنين في واحد فهاي ترى اوريدي يعني هو كان مو صغير ممكن تشرح لنا عن هالايام كيف والله كابتن هيدي بدايه مسيرتي الجديده لان مثل كل واحد بحس حياته مقسمه اجزاء يعني انا اول جزء نسيته الجزء الثاني شغل لنظبط الاوضاع الماليه الجزء الثالث بحياتي بلش فعليا بال 2012 بلشت ارجع عيش بال 2011 مثل ما ذكرت اجوا الشباب لهون لعنا على لبنان من الامارات انا كنت شاري موتوسيكل ونازلين نسابق ما بنعرف نسوق قالوا لي عم يشرح لي كان علي علي قبيسي اي نعم قبيسي نعم عم بيقول لي الموتوسيكل بتنساق بالاجرين مش بالايدين انا قاعد على الموتوسيكل ايدي هيك داعس بالبنزين وصل على الكوع وكان رمل فوت اقلب ارجع قوم لان عندي قدره جسديه بس لو ما هيك كله كان بالغير الحقيقه مشان هيك بقول لك اذا ما بتفوت بالتفاصيل بكل شيء مش رح تعرف ما بتعرف اللعبه انه هو عم يشتري موتوسيكل بتطلع بيركب عليها فكر هي هي خبريه قلت له كيف بالاجرين مش بالايدين قال لي ايه هو الايدين ماشي بالقطع هيك على الخفيف الضغط كله باجريك كيف ما كيف بلش الاسئله هون قال لي في الاميكس اكاديمي مع كابتن البلوشي يحيي بدبي قلنا له هاي كثير ميل على دبي على الاميكس اكاديمي وقتها بتكون انت بدكار بجاوب كريس موكلي اللي هو بطل اوروبا واخبار اكيد انا طلبت اقوى موتوسيكل عندكم اياها وهيدي بتضحك الخبريه هون انا قلت له 450 هو يقول لي ما عندنا 450 انا براسي انه كيف ما في 450 يعني انه بدي اروح يعلمني على 250 اهانه ايه انه معقول يعني واحد يتعلم بحجمي انا ولطيف بده يتعلم على 250 ما بتزبط واجا حجزنا وركبنا الموضوع لنروح نتمرن وصلنا على المطار بيوصل كريس كان وقتها عندك البيك تراك مع الريد بول و قلت لا يا عمي هذا it's too serious يعني بالشكل كثير جدي بالنسبة لأنا شو الاكسبكتيشن براسي رحنا مع كريس أخذنا على تراك بعد لليوم يمكن أنا ما فيه سوق فيه لأن أنت بتعرف طريق كريس بده يعمل لك الفحص على الطريقة الصعبة يعني بده يفرجيك أنت بك تقتنع أنك ما بتعرف هو عارف أنك ما بتعرف صرنا لهونيك قال لي عندك تو باكج قلت له شو هو قال لي واحد فان رايدر تجي بتسوق نتسلى بصلح لك اللي بدك تصلحه بس بتكون اخذها فور فان واحد ريسينج باكج اللي هو ميليتري ستايل قلت له انا قال لي انت شو بدك يعني اذا التارجت تبعك بس تسوق بايك تتسلى هيني بكون انا سألس معك اذا ما بدك تتسلى بدك توصل لمحل بدك تتحمل الاساوي وانت ادرى الناس باساوي كريس قلنا له اوكي انا شخصيا ميليتري ستايل روح على الريسينج باكج وبلشت القصه من هون عم عطانا تو بايكس ووقتها ادمون فصل ادمون ما بقى فيه كان يوقف وقفنا 45 دقيقه ستاندينج عم نعمل راوند سيركل 10 minute left 10 minute right 10 minute left lower back يمكن لليوم ما عاد صح من ورا هرنية الديسك من ورا هاي السالفة وبلشت الستوري بال 2012 صحيح
من وراء هالحدث وبهيدا النهار باخره رحنا لعندك على البيز تبع الاكاديمي، كنت بعدك منصاب وظاهر وتعبان، وبلشت الستوري بالحب قديش حسيتها صعبه، قديش لقيت انه لا لازم تنعمل، لازم انا كل اللعب الهينه ما بحبها، بتصير بورينج. الموتو كروس فيها كل شيء، فيها راس، فيها تخطيط، فيها سبور، لانه اذا جسدك وجسمك منك ريدي ما فيك تعملها، فيها سرعه البديهه وسرعه القرار، انت وعم بتسوق تبقى سرعتك 60 بدك تنقي اذا بدك تروح من تحت من فوق من النص، كل هالشيء عيط لي بشكل مش مقبول. يعني قال لي تعال هون لازم تقعد انت مش بغير محل. وبلشنا حطينا سكادجول كل 2012 قضيتها دبي لشهر 8 يمكن، من 4 من شهر 12 ل 4 رجعت رحت كملت بسويسرا عند كريس، ورجعت جيت على دبي قضيناها كل سنة 2012 نتعلم موتو كروس، سنة نتعلم موتو كروس مش ساشن واثنين، لا 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 سنة سنة 12 شهر نتعلم موتو كروس، والمعلومات اللي عم بخدها مش كلها في تطبقها بسنة. صحيح، يعني تيوريكلي بيعطوك كل تعطيني كل شيء، اعطيتني كل شيء، البوس بوزيشن لوكينج، تعمل هالكوردينيشن بعون كلهم وتنقلهم، هيدا كثير مهمه، تنقل هالشيء من الكونشس للانكونشس، يعني شيء بدك تفكر لتعمله او بتعمله بلا ما تفكر، هيدا شيء من اصعب الامور تعمله بالرياضه. يعني اليوم تطلع تفكر انه بدك تعلي ايديك، فكر انه بدك تطلع لبعيد، بياخد اجزاء من الثانيه ما بتعود تعمله بالوقت المضبوط. صحيح، هذا الشيء بده تكرار، بده مثابره، بده تضلك تعيدها 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 ليصير راسك ودماغك يعملوها مثل كانك بتحس اسنانك. صحيح، اذا ما نقلت كل حركه او كل تكنيك من الوعي لللاوعي بدماغك يعني ما بتعرف تعملها. صحيح، يعني يو ستيل بيجنر. هذا الشيء الحافز من جوا خلاني انه يا اخي اوكي كمل. كنت كل سنه شيل بادجت من المصاري، اقول انه هيدا بدي احطه للموتوكروس خلصنا. وانا من الاشخاص اللي ما بضيع كثير القصص، يعني ما بعمل 10 امور مع بعضهم، انا اذا موتوكروس بس موتوكروس موتوكروس وشغل خلص الموضوع، ما بعمل 100 شغله. يعني اذا كان عندي بادجت مصاري بصرفه بس بالموتوكروس، وهذا الشيء اللي ادى لتطور اللعبه بلبنان، انه كل البادجت نجيبه نحطه على التراك. صار عندنا تراك اول شيء اللي هو حنوش على البحر تحت اللي جيتوا سبقته فيه بطولة غرب اسيا والعرب، رجعنا التراك الثاني مع الاكاديمي عملناه هون. هلا اليوم عندنا 4 تراكس بيك تراكس، يعني على ليفل عالمي، كل تراك على القليل كيلو 600 كيلو 700 لاب على الستاندرد تبع الاف اي ام، وبيك جامبس وجاب جامبس وهارد سويل، كل شيء موجود كله سنة بسنة. يعني كان كل سنة التارجت تبعي أعمل وان تراك. أكيد الوضع الاقتصادي والبلد ما بيساعدك، لأن ما عندك سبونسر، ما عندك دعم من الوزارة، ما عندك البلديات ولا حدا من الجمعيات بيطلع فيك، هيدا بتعب شوي. بس بحكم أنا تطور شغلي وكنت أنه الأمور عم تتسهل من عند ربنا، يعني انه الشغل عم يمشي منيح عم بخليه يساعد لحتى لي انا اقدر شيل بادجت وحطه باللعبه. وفي جمله واحده كانت كتير مهمه، هاي جمله انت عطيني اياها مره، كنت قاعد انا وياك عم نحكي بالسياره، قلت لي عم تخبرني عن سيرتك بالموتوكروس، قلت لي انا اجا براسي اعمل شغله بالامارات، كان بدي اربح الفئتين بسنه واحده، يعني سابق الام اكس 2 والام اكس 1 تربحهم بسنه واحده مع بعضهم. صحيح، هيك العالم ما بقى تضيع مين البطل. صحيح، يعني كل العالم تدعي انه ايه انا بطل لبنان بال 250 وانا بطل لبنان بال 450، كل سنه بيطلع اثنين. صحيح، مزبوط. صحيح، بس انت قلت لي في سنه طلعتها بواحد. سنتين طلعتها بواحد، سنتين طلعتها بواحد، مظبوط. انا ركبت راسي، انا قلت كانت سنه 2014، قلت انا لنحل قصه مين بطل لبنان نخلص خيي، خلص مين بطل لبنان بيطلع واحد. سنه 2014 سبقنا الام اكس 2 والام اكس 1
كل السباقات ربحتهم انا، وطلع لسنة 2014 بطل لبنان بالفئتين وانا. برافو. وهيدا صار بدماغي حافز انه خلصنا. ما في بطلين. شغفين، شغف انك انت البطل وانت بدك تدافع عن لقبك وبدك تضلك الادوية الصحيحة لهالرياضة. ما بيقدر تدافع، لانه رياضة فيك تخسر فيها، بس على القليل تخسر بمهارة البقية. صحيح. يعني صار في ناس احسن منك تيجي تربحك، مش هيك، مش لانه انت تراجعت لورا. انا هذا راسي هيك، وهذا الصح. يعني هذا حاليا في الوطن العربي طرقنا لكذا حلقه، ما نبغى نتكلم بعد مره في موضوع الفئه المبتدئين. في وايد من الشباب يهرب من الكومبيتيشن، يعني يدور وين ان في مجال انه يحصل في تروفي، فيدور اضعف منافسه ويدخل فيها. وهذا الشيء اللي يفرقك انت، يفرقني انا، يفرق عبد الله من البقيه. هو يا جماعه ترى مش غرور او تكبر. الواحد يوم يبغى يكون هو البطل، يعني يوم يقولون بطل الامارات منه، شخص واحد هو اكيد. هاي من ناحيه غيره الرياضيه مهمه جدا للتطور. اليوم يوم رفيق يقول انا بعد بغيت استوي بطل، يعني يوم قال بطل لبنان رفيق عيد لانه فاز في البطولتين، خلاص ما حد يشاركه، هذا العفو. هذا شيء مهم جدا وهيلثي على فكره، لان اليوم انت سويته بكره اوكي في تارجت كبير على ظهر رفيق عيد، الكل يبغى يغلبه، فيخلق نفس نوع الحماس والعزيمه عند باقي المتسابقين. ايه، فمنافسه شريفه تكون. انا يوم سويتها سنتين في دبي، بطوله دبي فزت مرتين لهذا السبب، مش والله اني انا اكون مثلا او اني انا فيني تكبر، لا، انا ابغى اسوي هالشيء لنفسي، ارضي نفسي اول شيء، واكون اللي اقدر عليه، اكون اقول لنفسي سويت اللي علي والباقي توافيق من الله. هذا اللي انا شفته بعد بلبنان، الرفيق اللي سواه خلى المتسابقين الثانيين يتطورون. يعني انا شفت تطور مو طبيعي بالمتسابقين الباجين اللي كانوا موجودين السنين اللي طافت، يعني لما كنا موجودين في لبنان، فشفت ان في منافسه، في رايدرز صار عندهم شغف انهم يبغوا يصيروا ابطال لبنان. دائما لازم محتاج اي رياضه محتاج ليدر، واليوم الحمد لله ان رفيق هو الليدر، والحمد لله ان اجتمعنا فيه وتدربنا مع بعض وصرنا اصحاب. واليوم صراحه شيء يفرحني يوم اشوفك وصلت لهالمستوى وفي وقت متاخر. يعني معروف يعني على مستوى الوطن العربي الا حين الجيل الجديد يمكن يبدا شوي اصغر سنا، بس معروف من ايامي انا وايام عبد الله كلنا بدينا متاخرين، بس انت رفيق بديت وايد متاخر، وبعد كسرت التوقعات او غلبت التوقعات انك ما بتستوي بطل، وصرت بطل ونافست، حتى صرت منافس على مستوى الوطن العربي من خلينا نقول من افضل 5 متسابقين على مستوى العرب. هيدي كابتن، هيدي صار لازم لها فحص. ان شاء الله، ليش لا إذا الله راد ونحلحلت الأمور بعد الكوفيد 19، صار لازم نعمل فحص على المستوى العربي. حلو، بديك رجل. يعني ما تضل الخبريات وايد هيك، لازم نجي نقول خي بطولة العربية أو تشالنج على المستوى العربي. حلو. صح. لنرجع نعيد ترتيب الأمور بمسارها. أنا موافق، أنا بالعكس أحب المنافسة. شوف انا يوم بطولات العربيه ليش حبيتها وليش شارك، لانه كان ما في فئات اوبن كاتيجوري، الكل اول 4 سنوات اوبن كاتيجوري الفائز هو بطل العرب. فانا اول 4 سنوات ربحت متتاليه بطل العرب. حلو. السنه الخامسه بعده حلم كابتن هذا. لا بالعكس ممتاز. اسمع السنه الخامسه الاتحاد العربي كان منظم السباق عندنا في الامارات وسووا فئتين، وانا كنت ضد الفئتين لاني انا اقول ليش نفس تفكيرك، قلت لا بطل واحد، كيف انت تقول بطل العرب فئه ام اكس 2 في بطله،
كان اقول قلت حق الشباب قلت حبيبي الحين هم مسوين فئتين بس قلت حق المنافسين اللي حولها قلت حبيبي اللي يفوز هو بطل العرب بيننا سويت البطولة ودية بيننا قلت ان شاء الله اللي يفوز مكسوه بس اللي قدام اللي عاد شكر فلان قدام هو بطل العرب وينتهي الكلام عرفت؟ ايه افضل ايه وصار هذا وفزت وربحت خامس مرة فالحين لازم يباله تجديد المرة السادسة صح يلا ترجع يعني نبي نتسابق في البطولة العربية يعني نبي يكون في بطولة عربية عشان الواحد يشوف مستواه مع العرب كلهم صحيح بس انت حصلت فرصتك انت لسبك الريال في لبنان ايه انا بس لي والله عندهم يقول لي عندهم جم من تحت يمر الماي يقول نهر يمر دبل 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 يعني لازم يا تحوم يا ما تحوم خلاص شفت الفيديو قلت له عبد الله شريك قال يا اخي ما ادري ما تمرن في منهول بالنص وزرع هو استخف بحديثي قلت له يا عبد الله تعال جمعة بتسلى أنا وياك نتمرن كذا قال لي لا خلص بيجي قبل بيوم كان جاي نفس النهار عشوائي لا ما يصير يا عبد الله وأنا تفاجأت بعد بالحلبة الحلبة كانت وايد كبيرة والحلبة جديدة يعني ما توقعت الحلبة كذي أنت عبالك الحلبة القديمة أنت عبالك بيوديك الحلبة السابقة غرب دهلت في غرب آسيا اللي هو مو من جلب كان لسبكم بعد إيه صح أي والله صح لا عافية علي والله لا ممتاز إيه كابتن البطولات عنده حافز تشجع كثير الشباب يعني نحن هلا مثلا بلبنان إذا أنا ما بعمل همي لنعمل سباقات وأخبار ما بتلاقي هالشباب الرايدرز متحمسين لان على طول مثل ما بتعرف اذا في سبق او في عده سباقات من جوا الواحد بيتحمس انه يشتغل ويتمرن ويصير عنده هدف لحتى يوصل عليه هذا الشيء اللي جرني انا اذا بدك شي محل لروح سابق بايطاليا بايطاليا وجربت اكيد اخذ الشباب معي عندك البطوله فيها كيف عاملين بدبي 10 جولات او 12 جوله بإيطاليا كل الويكند تقريبا كل سبت أحد بتلاقي في سبق وتسجلنا صار لي سنتين بروح بسابق فيها تسجلنا ببطولة شمال إيطاليا أوبن مثل ما عم بتقول يعني عندك أوبن كلاس وفي هونيك أوفر 40 لأنه بالعمر كمان صار تريك براسي نفس الشيء أخذ الأوبن وأربح الأوفر 40 ممتاز لأن كل ما أرجع على لبنان يقولوا لي شو ربحت قل لهم أنا الأوفر 40 ثاني سبق كون ماني ربحان الأوبن يعني كلهم مع بعض وشو ربحت قل لهم الأوبن يقولوا لي والأوفر 40 قل لهم الثالث قلت أنا مش ضابطة لازم نلاقي مثل ما عملنا بلبنان نعمل بإيطاليا والله دعانا هذه السنة اللي مرقت 19 بلشت السباقات من أول السنة على مرتين اربح الاربع جولات يعني الاوبن والاوفر 40 وتصدرت لحديت شهر 10 شهر 10 كان سبب شيء تقريبا 20 او 21 ماني فايق وقعت الثوره عندنا ثوره 17 تشرين وسكروا الايربورتس طلعنا برا يا الله لو ما هيدي كان كمان اتشيفمنت حلو كان لإلي انه اخذ بطوله شمال ايطاليا اللومبارديه بالأوبن وبالأوفر 40 كانت منيحة بالسجل بس وبتعطي هيك حافز للبقية لأن أنا اليوم 47 سنة عم تحكي وقت سباقة الأوبن اللي واقف حد على البوديوم عمره 23 يعني بتشجع الناس ليقتنعوا إنه العمر ما له علاقة العمر ما له علاقة أنت كم العمر ما له علاقة بشيء ولا بشيء يعني اكبر دليل يعني اكثر المتسابقين من الوطن العربي اللي وصلوا لمستوى عالي كلهم متاخرين في السن وانت يعني اكبر مثال يعني انا يوم بديت عمري 19 20 هذا يعتبر في عالم الموتوكروس وايد متاخر صح ولا لا فما بالك انت وايد متاخر فوايدين اليوم يطالعوننا لان تجيني اسئله
أمسات بعد كذا مرة يعني يسألوني نفس الشيء، أنا عمري مثلاً 35 أقدر، أقول لهم يعني تقدرون، إلا ما يخص العمر هنا. إذا أنت تخلي العمر يتمكن منك ويحسسك أن أنت بالفعل عمرك 40 أو عمرك 50 وخلاص تياس تستسلم، لا هاي الساعة أكيد ما بتوصل. أما إذا أنت شقا ما قلت من ساعة عمرك الفعلي كم اللي أنت تحسه اللي تقدر تكمل مسيرتك فيه وتوصل لطموحاتك والأهدافك، مو بلازم كل شيء تبغى تسويه حاطنه من الصغر. يا أخي الحين بلشت في شيء جديد وحبيت شغلة جديدة وطلع معاك شغف جديد في حياتك، يعني شو تقول لا والله توليت خلاص أنا ترى يا متى فارق الحياة يعني ولا شو السالفة؟ صح ولا لا؟ ليش؟ وبالذات في العالم العربي ترى شيء مو طبيعي يا جماعة، لازم الواحد يكافح، لازم الواحد يكمل ويثابر ويجتهد، وما في شيء بالسهل. هذا الريال رفيق عيد ضحى من وقته، من وقت أهله، من فلوسه، من غير الإصابات، من غير التعب، من غير من غير من غير. وفي النهاية انرجي، كل شيء طاقة، حطيت طاقة في شغلة ياك مردود إيجابي 100%، تأكدوا من هاي الشغلة. فاليوم أنتوا تشوفون شخص أكبر دليل على هالشيء، إن شاء الله أكبر متابع. أي نعم، نباك رفيق تكون أكتب على السوشيال ميديا. أنا فاهم عليك أنت شو المقصد من كلامك، أنت ما تحب لأن ما يشدك الشيء، بس مهم جدا اليوم الناس تشوف قصات رفيق عيد بغض النظر. لو تحطوا عقب ما تشوف شو يكتبوا لك، انا ادري في ناس فيهم مرض يبغى يشوف كم لايك، شو منو كتب له، منو شو قال، وليش هذا سوالي انفولو وليش سوالي فولو، فهم؟ في ناس شي فيهم مرض صاير، وسبحان الله دراسات تقول ان توجه معظم السوشيال ميديا على هالشيء عشان يخلون الناس تدمن عليه. فانا من الناس اني ما انا انزل ان شاء الله اللي يكتب لي شو ما يكتب لي، يوم عندي فرصه ارد عليه. فأنا أتمنى أنك تكون أكتف أكثر على السوشيال ميديا، الناس تقتدي فيك تشوفك، لأن أنت صدق والله يعني كل ما نلتقي نحن أعطينا نحن نشاط حماس وطاقة إيجابية يا أخوي صراحة. أنت بالإنستغرام أكاونت بس مو فعال. لا يا ريال، أنا والسوشيال ميديا أنا شخصيا يعني لفترة كبيرة كنت حس السوشيال ميديا لقلي تضييع وقت، لأنه وقتي مزروب وبدي أتمرن. يعني وقت اللي يكون عندي وقت بعمل كارديو، بعمل كل هالسبورات اللي بتساعد للموتوكروس، وقت اللي بيكون فيه أعمل رايد بعمل رايد. هلأ المنيح أنه مبارح شرحوا لي شو الفرق بين البوست والستوري. يعني بارح المساء. هلا اسمع، لانه العالم بيضلوا يقولوا ستوري ستوري ستوري، مثل انا مفكر انه بينزل الخبري الفيديو وبيعملوا ستوري. امبارح شرحوا لي شو الفرق بين الستوري والبوست، فبلكن اذا هلا بنكمل شوي بنقرب على السوشيال ميديا بيصير الواحد. هلا هي اكيد فيها ادفانتجز للعالم تشوف وتعرف، يمكن نساعد ناس مثل ما عم بتقول انه يتحمسوا من ورا الستوري تبعنا او الاخبار. بس اللي بدي أقوله أنا والشغل اللي كتير عندي إياها براسي، إنه أنا بقول راسي معبى لدرجة ما في محل لليأس فيه. يعني مرتب دماغي بشكل، لأن عندي كتير شباب بيسوقوا منيح وأيام فجأة بيأس إنه لا في سبب أو شيء إصابة إجت أو شو ما صار معه، بتلاقي إنه كان منيح وبجنن وعنده بوتنشل وموهوب الزلمة، ولكن باليأس بيسيطر على راسه. صحيح. ليش؟ لأن بيكون مرق بمرحلة أو منصاب أو وقع أو ما في مثل سباقات لحتى يبين أنه هو الموهوب وهو بده يبين. هذا الشيء على طول لازم الإنسان يواجهه بإيجابية. جرب قد ما فيي أنا ساعد الشباب اللي عم يسوقوا معي، لأن بدي يطلع تيم يا خيي يسبقونا على الليلة. لا؟ أنه وعد هلا شو ما كانت أنت، إذا بتدرب شخص وبتحسه عم يسبقك. يعني عندي هلا انا شاب بدربه يمكن بتعرفه عبد الله اللي هو كارل، كان يسوق معي، وعبد الرحمن يعني من الشباب اللي بيسوقوا، ضلني على طول اشتغل عليهم وبقول لهم انا على القليله اقل شيء وقتك على الحلبه مثل وقتي. صحيح.
لازم تجيب نفس الوقت. هلا بس يجيبوا نهار اللي بيجيبوا نفس الوقت ما انه قادر يهدي الوقت 15 او 20 دقيقه بالسبق. ما هي هينه يعني لحقته جبته مره للوقت يعني بدك بس كارديو وفي او 2 ماكس منيح لحتى اللي تقدر تهدي غير هيك ما بده هالقد. بس هوديك بده انت تجيبهم. وهذا الشيء شغل بده اداره بالدماغ. يعني الدماغ ما يخلي القصص النيجاتيف تأثر عليه للشخص، خاصة الرايدر وخاصة بالمجتمع العربي أو بالوطن العربي كله، لأنه ما في دعم. يعني بدل ما واحد يعمل بطولة أو يعمل إنجاز يضوع عليه يساعدوه للعالم تطلع عليه وتشوفه ويحس حاله هو أنه يا خي ما بقى فيه أتراجع. أنا صار عندي إيمج أو صار عندي شيء مثل بطولة لبنان ما فيك تتخلى عنها بسهولة، بطولة العرب ما فيك تتخلى عنها بسهولة. كل هاي دولة لازم يخلق لهالشباب او الجيل الجديد موتيفيشن يعني حماس انه خي لا انا بدي روح سابق بالكويت وبدي سابق بدبي وبدي نهيك. هون ما نحكي بقصة الفيز واذا فيك واذا ما فيك، يعني هيدي كلها العقد الموجودة. ونهار في حذر ما فيك تروح ونهار فيك تيجي. بتتذكر في بطولة كاملة مثل ما هي بطولة كاملة بالوقت ما قدرنا جينا عملناها لأنه معاد الإمارات فيهم يجوا على لبنان. هيدا سوء الحظ بالمجتمع العربي عنا أنه منا مفتوحين على بعضنا مثل أوروبا. أنه اليوم بتنعمل بطولة العربية نحن إذا بتتذكر كابتن كنا المشروع لنقطع بالسعودية بالبر ما عندك فيزا وبك ترجع تفوت على قطر والكويت ونبرمهم كلهم. كان هذا اسمه الحلم العربي للشباب. يعني صحيح. تروح السابق بكل المنطقة العربية بيبقى الحلم العربي لأنه صحيح. نحن كلبنانية مش بسهولة بتاخد فيزا صح. تروح على دول عربية. وهذا كان الأهون لقلي روح على إيطاليا. أنا بحط شنغن فيزا بسوق بإيطاليا بفرنسا بسويسرا طلعت عندي كريس وين ما بدك بتروح خلاص بس تفوت على الباسبورت تبرم العالم. عندي فان هونيك بتحط الموتور تبعك بتروح بتسابق بكل المناطق اللي فيك تروح عليها صحيح. وعلى أمل أكيد توصل هالخبرية للناس المعنية يشدوا يعملوا شيء موحد لهالشباب لتقدر تبرز. يعني عندك مناطق مثل إلى علاقة بأوروبا بتلاقيهم محسنين لأنه عندهم أكسس يروح على أوروبا ويتمرن بغير ارض. لان نحن اليوم بالموتوكروس وقت جيت عبد الله لعندي انت اليوم قد ايه كان صار لك مش سايق على ارض يبسي كله رمل انه خايف انه ما فيك بدك تجي بدك يكون عندك اكسس بالاول سهول انك تجي تتمرن وانا يكون عندي سهوله اروح اتمرن على الرمل. هلا انا كنت بس كان بدي اطلع على دبي كنت روح على اتمرن على الرمل بس هذيك فتره يمكن ما راح ماسكت على الرمل ها رفيق. ايه في حلبتين بايطاليا واحدة اسمها اوتوبيانو عملوا فيها الاميكس جي بي رمله مثل الدي ام اكس نفس الحلبة. كل ما حط براسي انه بدي روح على دبي اطلع ايطاليا اقعد جمعتين بس على هالحلبة. لا ان شاء الله الاوضاع يعني تعدل ونشارك في كل الدول من غير عواقب واحنا نبي هذا الشيء عشان الرياضه تكبر وتتطور ومتسابقين يطلعون صغار نبي هذا الشيء يصير بالعكس ان شاء الله. نتمنى رفيق عليك عتب يعني من ناحيتي انا ليش ما نشوفك في الباها بما انا طلعت معاك اندورو رايد يعني انت ما شاء الله مستواك زين يعني في البيور اوف رود سين يعني فليش ما نشوفك في بطولات الكاس العالم اللي انا وعبد الله نشارك فيها وسلطان واحس ان بتقدر تنافس فيها معانا يعني ليش غبت عنا معنا كذا مره كلمتك عن تليفون كلمتك قلت لك يعني ليش ما شارك فيها خاصة اللي في أوروبا أتوقع يقدر يعني ينافس فيها. كابتن الموجودة بالسجل اللي عم يتم تحضيره. أنا تكون أكيد ماني ناسي شيء من اللي قايل لي إياه. كل التفاصيل. أنا قصة الرالي والباها البلان تبعي كان وقت عملوا هلا جابوا دكار على السعوديه يكون محضر لان هلا دكار جاي 5 سنين على السعوديه
كان البلان تبعي اعمل السنه الماضيه او قبلها، لان انت عارف بدها تحضير على القليله سنه وبدك تشارك بكذا رالي وبدك تكون مؤهل لحتى اللي تقدر تفوت وتشارك. اللي صار معي انه وضع شغلي البزنس تبعي كبرتها، وحكيت انا وياك وقتها بالشخص على الصعيد الشخصي، كبرتها لدرجه كان بدها اهتمام مني انا على القليله سنتين لحتى اللي طمن بالي انه صار فيي اترك شوي، لانه تتفضى سنه كامله للرالي والباها وتسافر وبدك كل السيت اب والمصاري، بدها تتفضى لها يعني ما يكون عندك هم كل يوم بدك تقوم تروح على شغلك وتامن الشغل و و و كل هالتفاصيل. وهذا الشيء كان رح يوصل، يعني وصلنا على 90% منه، ولسوء الحظ هلا الوضع بلبنان رجع صار سيء وتدهورت العملة وصار وضعنا يعني منه منيح، منه منيح الوضع الاقتصادي هلا. الأسباب أنا بجهلها، لأن أنا شخص تعرف ما بتعطى غير شغل ورياضة، ولكن واصل إذا الله راد حأوصل على الباها والرالي، لأنه مثل ما قلت لك يعني حتى بلبنان قصة الأندورو أو الرالي أنا كمان مسيطر عليها إذا بدك بفارق عن اللي معي. لا سريع أنت ما شاء الله عليك، طلعنا يعني ويا بعض من أنا والله الأسامة بس طلعنا للأرز، أرز ولا لألوق؟ صح لألوق أرز عملنا. إيه أنت سريع يعني، لأن بعدك هني كنت يعني بعدك ما خذيت الكليك في الموتوكروس، كنت سريع لا باس فيك في الموتوكروس، بس مقارنة للأوفرود لا أوفرود كنت أبرز حكم أظن الماونتين بايك يمكن ما أعرف. الايتو ديس ادفانتج كان عندي اكتشفته بهلا برالي عملوه، واجا ملوع ليه بنجامان ملوع اللي ساق معكم دكار، مين رايدر ملوع؟ بنجي. ايه نعم بنجي بنجي بنجامان. اكتشفت بالرالي لان هذا السبق اللي عملته طلعت ثالث فيه، كان هو مشارك عملت غلطه بالجي بي اس. يعني كنت اوريدي اسرع من الكل، بس الكل عملت غلطه بشي 10 12 minutes من ورا الجي بي اس. هيدي الشقفه ما كنت اعطيها هالقد اهميه انا، قصه تسوق وتقرا الجي بي اس at the same time. وهلا اللي عم بعمله كل فتره عم بتمرن على طرقات جديده، لانه لقيت انه سرعتك بتلعب ضدك بالجي بي اس. يعني اذا راي على طريق عرفها، وهذا كان الوضع وطرحت انا وياك انا طريق لألو أرز حافظها، فيك تفل مانك قاعد بدك تطلع على الكورنر وين بدك تفوت على رايت ولا 50 متر ولا لا، وبس تزيد السبيد لازم تزيد القرايه تبعك للجي بي اس. هذا اللي هلا انا عم حسنه بالسكيلز تبعي لحتى لي يكون على القليله ريدي للراليات اللي جايه ان شاء الله. والله هو شوف نصيحه دوم ما اقول حق عبد الله والشباب اللي شاركون معي في سباقات الملاحه، اسرع او سوق سواقه انك تقدر تقرا، يعني سرعتك لازم تكون على سرعه قرايتك للجي بي اس. اذا انت مو ملاحق الجي بي اس معناته انت لازم تمشي فوق طاقتك، امشي اقل بحيث انك ما تغلط ولا غلطه. فهذا دائما يعني في ناس لازم يبدون بال 50% من سرعتهم الأصلية، يعني مثلا إذا أنت هالدرب إذا بدون جي بي اس تأخذه في ساعة، حين لازم تأخذه في ساعتين عشان بس تكون قاري، وهاي 50% بتستوي 60-70-80 ناس الموتوكروس. صحيح هاي لازم تركز عليها، إن شاء الله الأمور بتكون طيبة. عندنا حين بعد سباقات محلية باها السعودية، عندنا باها في الأردن، عندنا في الإمارات، فالحمد لله المنطقة قامت من ناحية السباقات والدعم موجود، بس يعني المنافسين قبل المنافسين. أنا أتوقع في البرتغال وإسبانيا رفيق راح نستمتع بالسباقات هذه، بالذات اسبانيا. اسبانيا قريبه على لبنان، وين شو اسم المكان اللي سابقنا فيه؟ أراغون. اول جوله هاي السنه بتكون في أراغون، اسبانيا قريبه من لبنان نوعا ما، فارض قاسيه و
في أماكن الليبال نفس لبنان بالضبط. كابتن شو عم تعملوا بالتنقل للموتور بايك؟ يعني كيف عم تاخد البايسيكل؟ يعني عندنا ناخذ باكج من كذا فريق، يعني نتعامل مع فريق ناخذ باكج سيت تايم، يعني تاخذ قبل مثلا كنت اشحن سالفه مكلفه وعوار الراس، يعني لازم تكون فعلي فيزيكلي لازم تكون هناك. فحصلنا كذا فريق وتاخذ منهم يعطونك باكج اللي هو بايك بالاضافه للريجستريشن تمرين يوم يومين قبل السباق وفندق سكن وشي. يعني اذا تبغى نرتب لك بعد اللقاء ان شاء الله نرتب معاك ان شاء الله. اي على بالناس زين رفيق، اصعب موقف مريت فيه انت يعني في مشوارك الرياضي، اصعب موقف؟ والله موقف صعب والله مريته، بس مش بالموتوكروس. مريته ببطولة العرب للانحدار. اللي هو داونهيل. داونهيل بايسيكل. وعلمني درس. انا كنت معتبر حالي انه انا احسن واحد لبنان بالداونهيل. ليش؟ لان كل ما نعمل ترايلز او اخبار انه كون انا بعيد كثير عن الثانيين، ما عاد اتمرن. هاي مصيبه. فدعيوني على البطوله العربيه ودعيوا كمان ناس من لبنان. وصلت لهونيك على البطوله العربيه، طلعت هيك كمان باستخفاف للوضع انه ما انا الترايلز ما انا شيء. يعني انت سويت بالضبط سالفة عبد الله الشطي لما جاي يسابق. 100%. والشاب اللي رايح معي ما بيعمل شيء غير بايسيكل. اوبا. بس بلبنان ما كنت متلاقى فيه انا. يعني انه تعرفنا على بعض كان قبل البطولة العربية بشي يومين ثلاثة. انا قلت اكيد بسبقه، يعني لشو بدي اقعد انه اقعد اتمرن على الداون هيل وضيع وقتي على الموضوع، خلاص بنروح وبعمل السبق. والله نزلنا الترايلز العمل ايده اسرع مني، ما بقى في وقت السبق ده اليوم. و ثاني يوم السبق عملت الماكسيموم تبعي، ربحني بثانيه. اوب. وهيدا الإنجاز اللي صار هو دخل لبنان للمرة الأولى بتاريخ لبنان أخذ ذهبية بالوطن العربي بهالسبق. فرست غاسي كان، وأنا خسرته على ثانية. جينا على لبنان، وصلنا على المطار فتحوا لنا صالة الشرف. استقبال الكل. انا مسابق داون هيل ومثل لبنان بكل البطولات اسيا وغرب اسيا، ولا مره جينا جايبين نتيجه تي يعملوا هالفحطه هيدي. يعني على هيدا السبق لانه بطوله عربيه ولبنان اخذ ذهبيه وفضيه، بس ما حدا حكي بالفضيه، انا جبت الفضيه بس انه صار كل الجرايد طوع. تاني يوم سوشيال ميديا، الاتحادات، التلفزيون. وهذا الشاب اللي كان معي يعني حبوب، يعني مش انه هذا بتمنى له كل شيء منيح، لان المشكله كانت مني مش منه. يذكروا مثلا اسمه هو عصام ابو جوده، يحرز الذهبيه للبنان ويدخل لبنان في التاريخ كذا. كل ما اراه اقول يا عمي كل اللي مسابقهم انا والسفرات ومسافرهم والتعب اللي تعبانه كان كثير هين علي، اربح السبق وتخلص الخبريه. هذا اقوى درس. هيدا من القصص اللي هيك اندمت شوي عليها لانه استخفيت. بس هاي هو في الرياضه، لانه انا ولا مره خسرت وعلقت الخساره براسي الا هيدي. يعني هيدي حتى بالبايسيكل، بنوع البايسيكل ما اخذت لي عادي على طول اخذ تو بايسيكل معي. يعني اذا كان التريل منه كثير داون هيل اخذ اندورو بايك وداون هيل، اوصل طلع لي انه هيدا خرج اندورو اخذ الاندورو، اذا لا اخذ الداون هيل.
هذا سابع كان الاستخفاف سيد الموقف. خدت الداون هيل بايك اللي هي اذا في نكزه طلوع ما فيك تطلع فيها وخسرت السابع. وكان كقيمه معنويه على لبنان كان اكبر واحد بكل الانجازات. يعني بربح بايطاليا بتجي لهون ما حدا بيشوفك يعني. بس انه هيدا لانه لبنان اخذ ميداليه ذهبيه هيك علقت هون عندي فرق ثانيه. بس ان شاء الله هلا البطوله العربيه اللي جايه الاتحاد العربي نتمنى يعني حتى من في رياضه الدراجات الناريه لو يعيد لنا البطوله العربيه ان شاء الله تربحها اني في البطوله العربيه ان شاء الله. زين رفيق، افضل دراجه امتلكتها موتوكروس؟ طبعا موتوكروس او اندورو، قصدي نتكلم عن الاوفرود. انا بالنسبه لي الهوندا هون اكيد بتضحك لانه على طول كانت الماجيك اللي بينك وبين كريس هوندا وكي تي ام وقديش حكيم بالموضوع. لانه انا بايد كنت التطور تبع الكي تي ام بالنسبه للرياضه، ولكن كرياحه لانه الهوندا بتراعي البيجنر، يعني بتراعي الرايدر المبتدئ ليوصل لمستوى يقدر يسوق كي تي ام. انا على طول كنت مرتاح على الهوندا، مع الرغم انه كي تي ام بلبنان كان عندي سبونسر منهم على 3 سنين وساعدوا كثير بتمشيه الرياضه دعموا كذا، واكيد بالامارات كمان، ولكن انا كرياحه على الموتو كروس بفضل على طول الهوندا. واي حجم 250، ولكن اذا لعبت اوبن راح روح على البورد. ايطاليا كنت تشارك 450 ولا 250 في ايطاليا؟ كل الوقت كنت 250، بس وقت قررت اربح 250 450 كنت 450. وقت الاوبن كلاس شاركت 450، وقت انت جيت شاركت 450 كمان. ايه ما شاء الله، كنت جيد السواقه بال 450 الصراحه، لانه 450 انا ما كان بدي اعطيك ولا حظ ولا امل انك حتى بالستارت ما اعطاني مجال قلت خلاص. هو الريال ماخذ قرار خلاص صارم بدي اربحك. الريال ماخذ درس من الريال في الماونتن بايك في الداون هيل. حتى خلاص لما رحت على الاستديو وعبدو فغالي سمع بالموضوع قال يا اخي رفيق ليش ما اخذها جد، المفروض ان انت تربح عشان البرنامج بس. لا 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 ما في انت تربح، نحن ما دربنا اي حد والله ربح. لا الريال غسلك ما جاي اليوم بنقزرها عليك، اللقاء كامل عليك ضحك. شفت الفيديو يومي عند الدبل يا بريك بريك بريك. عبد الله ما في اطلع برا يعني، ما كنت اطلع برا العلبه برا لا رديت مره صعدت ورديت في الفيديو صح ولا ايه؟ في مره كنت عم اقول له انا الحقني لدلك على اللاين اللي بدك تاخده تو جامب، قال لي ما راح هوم هيدي. لا عبد الله شوف، عبد الله عنده عقد، اذا قفل مخه على جنب خلاص انسى. لو ان شاء الله 10 ايام يكون جاي قبلها خلاص ما راح ينط. المشكله شنو؟ الدبل تدري كم حجمه؟ يعني طول حجمه يعني ما في، يمكن وايد صغير، بس اللي بالنص اللي بين الدبل هو اللي دشني خلاص. في هاي السوالف تعرف منو زين؟ سلطان البلوشي صح. اي جنب اي شيء اول واحد يحوم ما شاء الله عليه، ما عنده يعني هاي التردد ما عنده. على طاري الجم صاحبنا ترى رفيق عيد عنده عقد بعد بالجمبات بعض، فالسؤال الجاي اكبر جم او مثلا او جم بيت حلبة مجرد ما تشوفه تجيك الرجفة، اي جم هذا الفينش تبع دي ام اكس كان متعقد. تيكو في عقد كان متعقد من هالجمب يا جماعة. أولا هيدا الجمب عملت لي مضبوط عقدة براسي. هلأ
يعني براسي بدي ارجع اروح على الدي ام اكس لارجع حوما بسهوله. كنت لبس على طول عملوم بليمينج البايك انه 250 ما بتقدي، اذا بتتذكر هذا النهار وقت قلت لي انت يا اخي ما مش عم تسكر التاسي. ايه صح. اقول له تعال رابع كامل، يقول لي يا ساي كامل، هتشوف ايديه، ايديه مو كامل، ايديه مو كامل. لف انا اخر شيء اخذ بالبايك الكابتن، قال لي يا اخي حيه هذه كامل ليك وين بتجي تطير تجي هونيك، انا اطلع بسامه ووو مثل الازيفه انزل على الجنب. وهي هي هينه كثير بس انه خلص تركب براسه للواحد. صح. والله عندي الحين حلبة جديدة في الصحراء في مكاننا الجديد الهيدكواترز الجديد للأمكس أكاديمي، حد سكاي دايف في دبي، عندي دبل يعني يمكن ما أدري يعني يمكن 30 لوايد 20-25 متر من التيك أوف لين لاندينج، وفي جاب كبير في النص، فهاي لازم تجونا. و عبد الله لازم هذا الجاب هو اختصاص عبد الله. لا جاء عبد الله، عبد الله شطي يا ما حم دراجة الرالي، ما حمته، قلت مستحيل احومها بدراجة الرالي مستحيل. ده زين، يلا ان شاء الله نروح على يا كابتن قريبا الحلبة. بنزل ايه حلوة حلوة، بنزل فيديو وانا حاط جو برو، امس منصور صفران صورني بحط الجو برو برفعه على القناة نفسها، وفي فيديو قبل من الدرون لحقتني انا وبطل الاردن عبد الله السبع. ايه حلو الفيديو هذا، الحلبة وايد وايد ممتعة، تقريبا 4.6K طولها 4.6، فيها موتو كروس سكشن باها، يعني تعطيك يعني بين الموتو كروس والباها الفيلينج مالها حلو. ايه وجمبات كبيره ناتشرال، يعني تجهيز حق الباها حق الاندورو ساند كروس ممتازه، وحتى حق الموتو لا رفيق ضروري يا رفيق انك تكون موجود في دبي، صار لازم نروح صوب الدول. بالاردن صار طورت الموتورسايكل لانه ايه. بالاردن كان مأخر شوي الوضع. لا 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 الحين عندنا شباب هنا، يعني عبد الله السبع جاء عسكر عندنا من شهر 8 وموجود لين الحين، وما شاء الله مستواه صار، بدا معنا كلب من بس حاليا يعني مستواه اذا في خلينا نقول اذا في سباق هالويكند باها بيكون توب 5 توب 6، مستوى وصل وايد عالي يعني خلال في ظرف شهر 8 لغايه الان، ف ممتاز. ما يذكرني فيك، يذكرني فيك ما يقول لا حق التمرين والشغل، ما يقول لا، وهذا شيء مهم جدا في اي متسابق او اي انسان طموح، ونفس الوقت هذا عامل مشترك يكون يعني في معظم الناس الناجحين بتحصلهم فيهم الهوس. ها هبس والمثابره. اي نعم اكيد اكيد اكيد. زين رفيق شو تقول حق الشباب، هالسؤال نسال كل الضيوف اللي يقولون اصلا موتو كروس مش رياضه، يعني ليش تعملوا كل هذا عشان تسوقون البايك، يعني شو هل هي رياضه ولا مش رياضه؟ نبغى نسمعها من عندك. هي رياضه من الفئه الاولى انا بالنسبه لي، لان انا مارست كذا رياضات ولمستوى متقدم فيهم. الموتو كروس هي الاكثر رياضه متطلبه من المستوى الرياضي للشخص يعني، وهدول راح احكيهم للكل لازم يفهموا قديش تطلب سرعه عيونك الموتوكروس لحتى تقدر تسوق وتسابق. اكثر من الركض، اكثر من البايسيكل، اكثر من حيالله شيء. هلا بالفورمولا عايز سرعه العيون ولكن انت قاعد هون بالموتوكروس عندك كل جسمك عم يشتغل، عم يعمل كوردينيشن، وكل هالشيء منتكل على كوردينيشن تبع عيونك.
العيون شو اللي بيسرعهم واللي كلنا بنعرف تلاميذك كابتن انه بدهم اكسجين لحتى اللي يشتغلوا، والاكسجين وسرعته بالجسم بدها كارديو في او 2 ماكس لحتى اللي يوصل الاكسجين بسرعه لحتى اللي تقدر تشتغل. يعني اليوم نحن بس بأديك يكونوا عيونك عم يشتغلوا مزبوط لحتى اللي تقدر تسوق وتكون سريع وتعرف نقل اللاينز وما تغلط. هذا شيء كثير بيتطلب قصص رياضيه، ما فيش غير رياضه بتقيمك. ما فيك هلا شوفير الهارلي مع احترامي لكل الشوفيريه انه قاعد ما عم بيعمل شيء عم بيقزر. العالم ما فيها تنقل بين رياضه الدراجات او هوايه سواقه الدراجه والكومبيتيشن على الدراجه، بيفرقوا كثير. حتى المتسابق على الحلبه تبع الدراجه الزفت الطرقات الزفتيه بده رياضه ولياقه بدنيه. شفنا عبدو فغالي وروجيه فغالي كلهم كل يوم كل يوم كل يوم مسابره وتمرين لحتى يكونوا بلياقه عاليه رياضيا لحتى يقدروا يعملوا الرياضه تبعهم، لو رياضه محركات هي. يعني اليوم رياضه السيارات هي ما تعتبر رياضه، لشو بده يقعد يعمل رياضه اذا ما بده هالقد ايرفورت؟ كله بده شغل بالعيون وبالراس، وهذا شيء بده صحه وشخص يكون رياضي ليقدر يعمله. جواب صراحة جدا ممتاز، يعني تكنيكال انسر، وهذا الزين. يعني نحاول رسالتنا من البرنامج ان نلقي الضوء على رياضتنا، على رياضين هذه الرياضة البارزين، ونسمع وجهة نظرهم يعني. وهذا الشيء زين يعني، ونقطة جدا حلوة يعني، جوابه غير عن كل الحلقات يعني، عن ومفيدة أكثر يعني للي يتابعنا. صح صح. ويفهم أكثر ليش نحن نسوي كل هاي الرياضات عشان نقدر نسوق دراجة يعني. عرفت في ناس تستعجل. إذا بتتذكر كابتن كان في سباق ترياتلون بدبي. نعم. يعني عندنا مشتركين من لبنان. ما بيعملوا موتوكروس. مظبوط؟ صحيح مظبوط. سألتك عنه وكان في ركض سبق راني. صح. وقتها أنا كسبته. صحيح، أنت كسبت السبق والزلم اختصاصه يركض. بس تذكرت الموضوع. أنا على سابق ركض هون أيام، وسابق ترياتلون اللي هي سباحة وبايسيكل وكذا. أنا عم بتمرنهم مش لل، بس إنه بنزل بربح السابق. أنا بالي بالموتوكروس، ما بالي لا بالسباحة لا بالبايسيكل ولا، بس إنه كله من عوزه، كله من عوزه. بس يعني ريال مطلع العذر، كان شوب، كان حر وايد. زين والله كلام وياك شيد. رفيق، اصابات في هذه الرياضه وارد، فانت شو يعني اصعب اصابه صادفتك او كانت عائق في مسيرتك؟ والله كابتن انا ما صار لي اصابه بالموتوكروس لحديت هلا، اكيد نشكر ربنا الحمد لله. اصابه تعوقني او شيء، على طول الوقعه بيطلع فيها او تندنت او ليجامنت او خبريات هيك. وهذا الشيء اكيد له سبب ليش انه ما عندي كثير اصابات. لانه من انا كل اصاباتي بالرياضه هي جايه من الداون هيل، من البايسيكل. السبب الأساسي لحتى الواحد إصابته تكون مقبولة هو التحماية أو يحمي جسمه منيح قبل ما يبلش يسوق. هيدي بتساعد كتير. هلا الأكسيدنت يعني صار عندي أكسيدنت مثلا بسباقاتي بإيطاليا، بس أكيد الحمد لله ما يكون يصير لي شيء. أنا بقول لأنه الليونة تبع جسمك أنت ورياضي تلعب دور أساسي. صحيح. ما عم نجي نقول 100% الليونة، ولكن بتساعدك فوق 60% أو 70% من وقتها يوقع الحادث إنك تقدر أنت تتصرف بجسمك ما يأكل الخبطة وينكسر. هذا الشيء أنا بالنسبة لي بكل الرياضات تعتبر الإكستريم اللي بنعملها، كان داونهيل أو الموتوكروس أو الباها، هي إنه أنا قبل ما أطلع على البايك
بلين كل جسمي، يعني بعمل التحماية، بعمل بوش أب، بعمل كل وراكي جسمي ركبي بحميهم وبطلع. وبس خلص على طول بعمل ريكفري تريننج على البايسيكل لشيل اللاكتيك أسيد من جسمي، وبعمل ستريتشين. هو الستريتشين هيدا بحد ذاته بيعطي للجسم 17% ليونة للعضلة، وكل ما العضلة تكون لينة كل ما تكبر مرتاحة وتحمي العضلة العظم. يعني شو صار عندنا؟ صار عندنا إذا أنت بتمشي بالتمرين مظبوط، بتحمي، بتتمرن، بتعمل ريكافري وستريتشينج، جهوزية جسمك أنت عم تقرب على لبسينة. إذا بتتذكر قصة لبسينة مع كريس، إنه نحن لازم نكون لبسينة بتزدنا من سابع طابق بتنزل ضلها راكدة ما بصير لها شيء. مظبوط؟ صحيح. اليوم انت اذا بتتخيل حالك انه بس تصير بالاكسيدنت بدك تطير وتنزل مثل لبسان، بجهوزيه لبسان بالوقعه بتخف كتير اصابتك. والشغله الاساسيه لحتى اللي تعمل مثل لبسان هن كمان عيونك، لان اذا بتغمض عيونك ما بتعرف وين بدك تضرب. صحيح. اليوم وقت الاكسيدنت اذا بضلك فاتح عيونك يمكن تزيح هالقد عن انك تتكسر. اذا مغمض عيونك ما بتشوفها، اذا فاتح عيونك بتشوفها. هذا شيء كتير أساسي، وهون بتزيد الخطورة بالرياضات. يعني بالموتوكروس مستوى الخطورة بالنسبة لي أنا أوطى بكتير من الباها والرالي. ليش؟ لأن سرعتك بتكون أقل، وقادر أنت بعيونك تحدد تقريبا وضعك بسرعة أقل من الباها. شو يا رفيق؟ انقطع هذا، ماشي شحن. ما في شحن، صرنا بالسيارة هلا بالفان تبع الموتوكروس. يلا ممتاز دامن. لا عادي عادي. أهم شيء القصة، يعني الكلام مهم، مش وين مكانك وين يالس، هذا مش مهم. إن شاء الله صحيح من سالفتك من سوالفك. الشغلة المهمة اللي كنت عم أقولها بالنسبة لإصاباتي أنا، ليش ما كان عندي كتير إصابات، وهذا أكيد نشكر الله عليه، هو نسبة الليونة وجهوزية على البايسيكل، على الموتور بايك. يعني اليوم قبل ما بدك تسوق على طول لازم تحمي كل جسمك، أبر بادي، لور باك، وإجرين، وتكون جاهز على البايك. مش انه توصل ايام سارع بدك تفوت السوق على الحلبة او تتمرن، تنسى انه جسمك لازم يكون جاهز قد جهوزية الموتور بايك. يعني كيف الموتور بايك بدك تشيك الاويل ليفل والاير فلتر وكل هالديتيلز لتكون البايك عم تعطيك بيرفورمنس مضبوطة والتاير بريشر، نفس الشيء جسم الانسان لازم يكون هو جاهز لهالرياضة. صحيح. مش هيك نحن كرياضية الشقفة الأهم شيء بعد ما تحمي تطلع على البايك هو تعطي وقت للريكابري، يعني تعمل تشيل اللاكتيك أسيد من عضلاتك، أو تعمل 45 مينت رولينج على البايسيكل، ومن بعد هيدولة تاخد 10 مينت ستريتشينج. الستريتشينج وهلأ أكيد الدين العمر الصغير ما بيبين فيها الموضوع وما بيعطوا أهمية لموضوع الستريتشينج للعضل، لأنه هو ما بيكون عم بحس بأي شيء، إنه بيقول لك إيه الستريتشينج تضيع وقت. هو ما إنه مضبوط، هو الستريتشينج بيعطيك 17% ليونة لولين مصل. يعني اليوم العضلة أوقات كتير الوقعة على الموتوكروس بتكون هي عم مزق عضل أو تندن انقطش أو كتفك طلع من محله ورجع. كل هالإصابات هيدول إذا كان عندك أنت ليونة بالعضل بيصحوا بسرعة. صحيح. وبيكون العضل كتير أقل. يعني أنا مثلا كنت عم بعمل تاستينج لبيك بايك من شي 3 ويكس وقلبت، كانت الوقعة كتير قوية، يعني البايك اتكسرت. طلع كتفي من محله ورجع فات محله، أخذتني 10 days عملت full recovery مثل كأنك عمرك 20 سنة. ليش؟ لأنه كل المصل تبع القلب الشولدر هن لينين، يعني مش انه بتوقع بيكون ما في كسر. هلا موضوع الكسورة هو ريليتد للاكسيدنت اللي ما فيك تعمل له شيء. انا ما عم بحكي انه هودي الحلول 100%، انا عم بعطي 60-70% تكون انت جاهز لحتى تتواجه مع الاكسيدنت او مع الحالة الصعبة اللي عم تقطع فيها.
عطول اكيد في قصص لا حول ولا قوه يعني اقوى منك او بتكثرك يعني. صحيح. والحمد لله لهلا ما عندي اصابات انا كثير. اتذكر حتى قلبتك او حادثك في غرب اسيا يمكننا نحن جايين نشارك في لبنان كانت قويه يعني اللي هو صحيح. في الجبل اظن اوت اوف ذا كورنر وكانت جلبه قويه يعني وقتها بغرب اسيا انقبع كتفي من كله من محله وطلع شقفه صغيره منه من تحت لا ما عملت سرجري واذا بتتذكر رجعت فت ثاني جوله سبقت بس ما كان عم بتعدي صحيح وصح بلا سرجري وفيزيوثيرابي وكل المسلز وهن في شغله كثير كبيره ومهمه هن الكور مسل يعني هي قد ايه كبيره هن المسلز كثير صغار كل التريننج اللي نحن بنعمله سوا والهيدول هو لنشغل هالمسلز الصغار اللي بيساعدوا بالكوردينيشن وبيساعدوا بالريكفري على السريع صح انا اتفق وياك انا شوف بدايه اول مشواري كنت مستمر اللي هو شيء مهم اساسي وورم اب التمرين نفسه والكول داون وستريتشنج وكنت اسوي ستريتشنج كثير اللي اختلف وياك بس في نقطه الاستريتشنج بالنسبه لجسمي انا يعني فقط اخر 10 سنوات اخر 12 سنه في مسيرتي وقفت الاستريتشنج على حساب البرفورمانس احس ارجع اقول لك انا جربت مثلك كثير من الاشياء اللي استمريت فيه اللي هو الورم اب والتمرين نفسه والكول داون اللي لاحظته حق جسمي انا ارجع اقول لك حق جسمي انا مجرد ما اسوي ستريتشنج او يعني يوم لغيت الستريتشنج اللي هو على حساب البرفورمانس انا احس كل ما كان المسل عندي ريجيد كل ما كان البلد فلو بالنسبه لي انا احسن اسرع واحسن وهذا تعلمته من عدائين الكروس كنتري اللي يركضون مسافات طويلة اللي يقصون 100 كيلو وهذا فأحد المدربين قال لي مرة إن أنت تعمل الاسترتشنج وقت الإصابة يعني مثلاً صار لك مثل العصبة هي تشتغل عليها يعني الحين مثل الفوم رول يطلع عند الشباب يسوون فوم رول كثير انا هذا جربت فتره ما يعني ما مشي اتذكر بقول لك سالفه كنا مسوين اثليت سامت هنا عندنا ما بذكر وين وكل الاثليت موجودين وانا كنت جاي من بطوله العالم من قطر وكنت كراتشز كنت كاسر رجلي كنت كاسر الفيبيا والتيبيا عندي في يعني تحت الركبة أو في محل الركبة الفيبيا والتيبيا الاثنين كنت كاسرهم وكنت على الكراتشز وجينا والسمت هذا كان طويل كل شوي يجيبولنا حد ويكلمنا وأنا من النوع اللي أحب أناقش يعني أحسن طريقة اليوم عشان تتعلم أي شيء لازم تتحرش في المعلومة نفسها عرفت مو بتستلم المعلومه على عماك وخلاص يا اخي يمكن اللي قدامك ما يعني سوري من هالكلمه حمار يمكن اللي قدامك اللي ناس يعطيك المعلومه كبش ما يفهم مثلا فما تاخذ انا احب اني اناقش المعلومه يعني مثلا حد يعني اناقش الشخص يعني بهاي الطريقه انا تعلمت حتى الموتوكروس بهاي الطريقه فجابون ناس اللي هم يبيعون الفوم رول وهو نفس الوقت مدربينهم بس انا اعرف المين تاسك مالهم ان يبرموت هالفوم رول فانا ناقشته قلت له نفس هاي النقطة قلت له بالنسبة لي انا لجسمي انا وفي مدرب عداء قال لي ان هاي السالفة وكان سام ساندرلاند موجود ابطال وايدين موجودين ومن رياضات ثانيه وايدين كنا اثليت موجودين
فيوم شاف النقاش معاي، يعني انا مجرد اني ابا اتعلم، ومثلا اليوم يوم انا ناقش رفيق ورفيق يخالفني الراي، هذا الشيء زين، لان المستمع يلاقي الصوبين مثلا ويقتنع باللي اقتنعه، وهذا شيء هيلثي. يمكن انا اكون خطا، بس انا اقول لك حسب تجربتي. فشو قال لي؟ قال لي يوم كلمته قلت له انا احس حتى العدائين يعني المسافات طويله ما يسوون، ومش الكل طبعا، وانا ما وقفت يعني، قلت له بالضبط هالفتره اللي فاتت انا وقفت واحس ادائي زين، ويعني جربت هالشيء وناجح معي. اللي اهتم فيه اللي هو الورم اب، التمرين نفسه، والكول داون مهم، هذه ثلاث اشياء يعني. يعني اذا بسوي المين ايفنت، فكان شو يقول؟ والله العظيم وبالسخريه قال عشان شي انت على الكراتشز، حرقتني الكلمه وعورتني ولا رديت عليه، بس قال لي اياها بسخريه يعني، يعني ضحك علي يعني ما يابها. قال لي بالانجليزي، قال لي ذاتس واي يو ار اون كراتشز، وغير ولبس، ولا زعلت انا يعني، ما بينت لي ان انا زعلت، بس انا خذيته بخاطري. 2018 هذا الشخص اللي قال له انه عشان جيت على الكراتشز، انا اوريدي يعني هني في هاي 2016 انا كنت رانكت السادس على العالم. 2018 اخوك فاز بكاس العالم، الريال بعده يبيع الفوم رول، الرجال هذاك بعده يبيع الفوم رول، فهمت علي؟ ف مهم جدا الانسان يناقش الامور وتجربته يا اخي. اليوم اللي يمشي مع رفيق مثلا 10 اشياء يسوي رفيق، يمكن 9 اشياء انا ورفيق نتفق فيها، الشيء واحد يمكن اللي ما نتفق فيه مو معناته يفسد في الودي قضيه يعني، ما صح ولا لا؟ صحيح يمكن شيء يمشي معاه ما يمشي معاي، يمشي معانا الاثنين ما يمشي مع عبد الله. فانا هاي النقطه الوحيده بالنسبه لي انا، ومهم جدا من باقي المتسابقين ان يجربون كل شيء، يجربون كل المدارس، الموتوكروس الاوروبيه الامريكيه، يجربون الامكس اكاديمي واللي موجودين، يجرب يتدرب اللي محسوبين على محمد البلوشي واللي مو محسوبين، وعقب عنده هو مجموعه من المعلومات هو يفصل لنفس الدرب اللي يباه، هذا الشيء مهم. فانا اتفق وياك في كل شيء بالنسبه لي انا لهاي النقطه. اي هو موضوع الاستريتشنج عندي انا شاب صاحبي هو استاذ دكتور يعني استاذ بالجامعه وبيعمل هو اختصاصه بايسيكل، حلو منه مع الاستريتشنج كمان بس هن بيقولوا يعني ليش ناس ترتاح بالستريتشنج ناس لا، حسب طبيعة جسمك وعشو معود. صحيح. يعني اليوم أنا مثلا من أول ما بلشت سيرتي الرياضية أنا وصغير ستريتشنج صار العضل معود تنبطه لحتى لي يرتاح، الكرامبس المشاكل الصغار وقت تمغطهم بيرتاحوا، مثل ما واحد معود أنه كل مثلا بالجمعة مرة لازم يعمل مساج أو يرخوله العضلات تيجي بنفس السياق. هلا هو هذا الشخص وبالبايسيكل يعني عنده تاريخ بلبنان يعني شيء 2 مرات 9 مرات اذا مش اكثر، هو بطل لبنان وبالسباقات الطويله يعني سباقات الرود بايك الرود بايسيكل. هو بيقول الشخص اللي منه معود على ستريتشنج وقت يعمل ستريتشنج بيخزق الفايبرز اللي بيكونوا اوريدي تعبانين بالرياضه. يعني اليوم انت عم تستعمل العضله من برا مغلفه بفايبر، وقت انت تخلص هالفايبرز هن تعبانين يعني انجا هديانين على بعضهم، تيجي انت بتضمغطهم بتاخر الريكفري وبتخزقهم. صحيح. ولكن اذا الكايند اوف فايبرز اللي انت معمول منهم العضله تبعك صار معود على هالموفمنت او هالستريتشي بيريحك. صحيح. او نظريتين كل العالم هلا بده واحد ينقي هو كيف معود، يعني عندك الواحد يوقف بنخ ما بيوصلوا ايديه على الارض. ما فيك تجي تقول له ايه نخ وصال على الارض انه ما بيروح حاله يعني. صح. بس مثل ما بتقول كابتن يعني اهم 3 اجزاء اللي كلنا نتفق عليهم هن الورم اب تريننج وكول داون 100%.
للباقي بيعمل ستريتشنج، بيعمل مساج مره بالجمعه، ما بيعمل، ما عنده مشاكل، يمكن المغنيسيوم عالي بجسمه، كل عضله جود كواليتي، كل هالفيتامينز اللي عايزهم العضل اذا عم يجوا مضبوط يمكن ما تعوز الباقي. هذا رايي. اتفق وياك، اتفق وياك. يا انا النقطه كتاب، قول تفضل تفضل ابو طالب. انا ترى نفس الكلام، نادي اللي انا صار معي قبل لما كنت العب كره كنت على طول اسوي ستريتشنج، بس بعد الموتوكروس ما كنت اسوي ستريتشنج. يعني تفضل تفضل عبد الله. معاك اقول معاك من خمس سنين يمكن ما كنا نسوي خلاص ندش على التمرين على طول. انا معود الشباب تمرين كول داون، يعني وورم اب تمرين كول داون وممتاز. بس على طاري رفيق يوم تقول تمرين وبعد التمرين تسوي كول داون، كلمني عيسى العواضي يوم كان جاي ينظم سباق عندكم، مو بايام يوم نحن هناك، لا كان في سباق نحن ما حضرنا، صح محمد في عندهم بطل يقول بين الشوطين راح يركض على البحر، فانا كان اقول له اعرفه، هو ما قال لي الاسم، كان اقول له اسمه رفيق عيد. قال لي كل ما يشوفني عم بركض يقول لي يا عمي خلي الانرجي للسبق، وين عم تروح تركض؟ قلت له يا عمي ما اذا اليوم ما بدك تحمي قبل ما تفوت على السبق، ما بيك تفوت على السبق. وانا كل ما يشوفني بيبدا يذكرني فيها. لأنه هو بعد أولد سكول، عيسى العوضي موجه له تحية، فهو مو متعود يشوف هالمنظر. وقتها إجا عيسى العوضي كان محكم، هو وقتها كنت عم سابق التو كاتيجوريز كابتن، يعني التو فيفتي والفور فيفتي، يعني كان عندي أربع جولات ورا بعضهم، وبس بدنا نريح روح أركض أنا لأحول كول داون او وورم اب، خوت خلص هذا مش مرتاح الزلمه. زين رفيع عيد، خلنا نقول شو طموح رفيق، اهدافك، مين تارجت، شو عندك اللي حاطه في راسك؟ والله كابتن مين تارجت، اكيد دكار يشارك فيه ان شاء الله، وانا كثير بحب الجو البطوله العربيه، يعني حابب لانه بلشت على كبر وبيجنر وبين الشباب، هذا الاعاده الترتيب للعب تعطيك مثل سلف حافظ شخصي انه عملت اتشيفمنت، يعني اليوم انا بسابق بايطاليا، بس بايطاليا ما حدا بيعرفك، صحيح فرق بين ما تسابق مع اخوانك وكلهم بيعرفوك وهن علموك وتحس انك انبلت قدمت، بتحس التحقيق او الاتشيفمنت له طعم، له غير طعمه، يعني بس نكون مسابقين ونخلص ونروح نقعد ناكل سوا ونحكي عن السبق، بتحس غير ما تكون قاعد وحدك عم بتسابق، لو بايطاليا لو وين ما كان، بس منه جوك هذا. فمن اهدافي انا ارجع شارك بالمنطقه العربيه بالسباقات، واكيد دكار خاصه هلا بالمنطقه عنا مش وارده ما يقطع وما نشارك فيه، يعني تسافر ليل نهار لتوصل على البلدان اللي بدك تشارك فيهم وتتمرن. هلا دكار عنا بالسعوديه اكيد هدف من اهدافي انا لحتى نشارك فيه ان شاء الله نشوفه، اكيد جاهزين نحن لكل الصعوبات ان شاء الله مثل العاده، يعني ما عنديش فريق واحد ان شاء الله، كلنا انا وانت وعبد الله وعبد الله السبع نقدر ندش فريق واحد بإذن الله، نتكلم بعد التسجيل ان شاء الله، نرتب وضعي يهدأ، نرتب لك جدول كامل انك تجهز عشان تدش دكار، من هالتأهل دكار بإذن الله 2021 او 2022 بعد شباب عندك زين شو تنصح الشباب، كلمة منك للشباب الجيل الموجود او الصاعد، كلمة توجهها لهم اللي مارسين هذه الرياضة؟ انا بقول لهم ما حدا خلق بطل، صحيح كل واحد هو بيعمل حاله بطل، صحيح يعني هالرياضه حلوه لانها تشالنجينج، بلا سباقات ما في هدف، يعني اليوم
المقياس او الفحص هو السبق، وما حدا يحس انه اذا هو عم يمشي مزبوط ما بيوصل. هذا مش مزبوط، كل واحد مشي مزبوط في نهار بده يوصل فيه، هو راسه اللي بيخليه يوصل او ما يوصل. في يتحجج بالدولاب، في يتحجج بالموتيك، في يتحجج بالبدك ايه. هلا بتجيب رايدر برو رايدر اكيد فيها مطوم كسره بيقطع عنا، انه بدك انت تقبل اليوم اللي شاغل على حاله سنين وعارف شو هدفه وما يئس انه صعب تقطع عنه. هيدا بس يركبوه براسهم. وانا هلا يمكن عم غير رايي بهذا الموضوع، بس انا برايي مهم. انا ماني مع خاصة جيل الصاعد، نحن صرنا عارفين شو بدنا، يتاخد كتير بالسوشيال ميديا. يعني اليوم عندي كتير تلاميذ انا كل هم يصور ناطس صورة ناطس يجي لها لايك او فولوز. وبيصير بس همه بالشكل مش بالمضمون. او اذا صار سبق وما طلع على البوديوم بيعمل انه بيبيخ السبق، او بيقول انا مش مع الكومبيتيشن، او دولي كله نصص. انا بالنسبه لي ما انه صحيه للرياضه. صحيح. اول شيء لازم تسال حالك، هل انا بحب هالرياضه ولا لا قبل ما تروح غير محل. اذا بتحبها اعملها من كل قلبك، بس اعملها من كل قلبك، اعملها مزبوط من كل قلبك. وين بدها توصلك؟ هي بتوصلك على احسن محل. صحيح. لانه الرياضه هي اوفى شيء معقول تعمله بحياتك. اليوم الانسان بتلاقي بواحد وفي واحد مش وفي، اذا بتعمل رياضه بترد لك الوفاء. اليوم انت ما بتنطر الوفاء غير وقت تكبر. اذا انت عامل رياضه كل حياتك، وقت تكبر بدل ما تتبهدل ويتنخ ظهرك ما يقدر غير يبوس الارض وتصير عايز فلان وفليتين ليقيمك ويقعدك انت خطيار، هي بتخليك توصل لعند ربك منيح. هيدا انا بالنسبه لي وفاء الرياضه للشخص، ما في حدا يفوت بيناتهم. هي انا بالنسبه لي الرياضه بعد الدين. هي صحة جسمك، هي بتخفف لك عيزتك للبقية. وهذا حديث غميق، يعني أنا بالنسبة لي بيعني لي كتير. اللي بده اللي قادر يسمعه ويستوعبه رح يستفيد. صحيح، كلام جميل ومنطقي. مرة واحد سألني قال لي شو تحس يوم تسوق دراجة؟ كان أقول له روحانية. كان يقول لي كيف؟ هاي إكستريم إكسبورت، كيف تحس روحانية؟ قلت أقسم بالله هل أحس أحد بالروحاني، لأني مجرد ما أخلص تمرين الرضا، أنتوا تعرفون هذا الشعور، هذا شعور صعب تشرحه لحد، بس وقت ترد البيت نفسيتك مرتاحة أصلاً. بس وأنت على الدراجة في الصحراء، بالنسبة لي أنا في الصحراء، هالكونكشن بيني وبين الدراجة وبيني وبين الدراجة والصحراء، بيني وبين الدراجة والصحراء والعوائق اللي أمر فيها، هاي يعني ها شعور لا يتعرف. ما ينوصل شعور ما ينوصل. رفيق عيد، الحديث معاك شيق جدا صراحة. ما أنا ما بخلص ليه ما أنت يا، إذا بعد بطارية السيارة خلصت هاي مشكلة ثانية. لا بعد لا، اللقاء جميل وكلامك جميل صراحة، وأكيد أكيد الحلقة راح تكون شيقة وراح تستفيدون المشاهدين اكيد. ورفيق صدق يعني لازم تكون اكتف، وانا فاهم انت شو تقصد. عندنا بعد هني عندنا شباب على السوشيال ميديا هو البطل، يعني احنا كلنا سارين نفس السباق، يعني سين من السباق كلنا رايحين، اللي ربح مثلا اكس من الناس بس على السوشيال ميديا لا، هذا الرابح، يعني اللي يحسسك تحس انه هذا الرابح. يعني انا ادش احيانا سباقات في الفئه الرئيسيه انا الرابح في الباهة عندنا، بس على السوشيال ميديا تقول الحين منو اللي فايز، انا ولا هذيلا. انا صحيح. فمهم جدا ان التركيز يكون على الشيء الرئيسي اللي هو الرياضه نفسها. انت شو تسوي انت جاي هني الا اذا انت اصلا نيتك اللايف ستايل وهذا، ها كلام ثاني. انا دائما كنت اقول حق الشباب اللي يدربون عندي، اقول لا تضيعون الشباب بالسوشيال ميديا، اقول قول الصدق، اكتب ان خلصت الرابع مثلا، لان اكثر السباقات عندنا حاليا ما يسوون ام اكس 1 وام اكس 2 سيبريت، لا يسابقون مع بعض بس سيبريت بوديوم، يعني ام اكس 1 ام اكس 2. فكذا اقول لهم
لا تغفلون الناس وتغلطونهم تقول والله انا الاول وتسكت. قول انا الاول MX1 والرابع مثلا ترتيب العام. ترتيب عام. قول الصدق لا تضيع الكلام لا تصطاد في المياه العكره. عط كل واحد حقه. صح ولا لا عبد الله؟ كنت اقول لكم لا عبد هذا اللي قاعد نعاني منه احنا وايد يعني خاصه الايام هذه. مشكلة انا كنت احرص عليكم اول ايام صح ولا لا عبد الله؟ كنت اقول لكم لا تكتبون شيء اكتبوا شيء وكانوا الشباب دائما يكتبون الطريقه هذه. ليش؟ لان لازم ما تهضم حق اللي وصلوا البطل الباقين عرفت اللي كافحوا. مهم السوشيال ميديا بس مش الحياه تبدا وتنتهي عليه. انا ما اقول لك تكون مثل الباقين انا اقول لك نزل يوميا نشوفك نحن ربعك اخوانك شوي اكتب زين يلا كلمه اخيره ابو طالب. والله الحديث ممتع صراحة مع رفيق ومن أحلى الحلقات أنا أبصمها بالعشرة من أحلى الحلقات راح تكون وإن شاء الله راح يستفيدون المتسابقين والمشاهدين وإن شاء الله يا رب إن نشوف رفيق ونيلة لبنان أو هو على الإمارات أو إن شاء الله يكون في بطولات عربية ونلتقي. لا يكون تبغى ترد للدين يعني راح أرد الصاغين الحين غير خلاص تجهيز قبل لا اروح بنشوف المره ما تجي قبل الجمعه 10 ايام اكيد هاي المره بدون ما تقول له هو بيكون موجود قبل ايه راح اكون انا موجود قبل ان شاء الله ترجع الايام ان شاء الله مثل قبل واحسن ان شاء الله رفيق يلا ان شاء الله خير ارجع اشكرك مشكور على وقتك اليوم هاي مرة ثانية بقول نفس الكلام اليوم أهم شيء الإنسان يقدر يعطي هدية لأي شخص الوقت وأنت عطيتنا من وقتك وهذا صدقني أثمن شيء في الحياة أغلى شيء عرفت يعني تقدر تعطي حد مصاري سيارة ساعة بس هاي كلها ملموسة اليوم شيء له قيمة السيارة لها قيمة بعد 10 سنوات ما له قيمة مثلا الوقت شيء وايد مهم وأنت عطيتنا من وقتك وتشكر عليه وانا متاكد الناس راح تستفيد من خطتك وراح تتحمس واللي كان يفكر انه اوه انا وقت يعني سن متاخر ما بقدر اوصل هذا حي يرزق وبدا كبيجنر في عمر اظن نهايه الثلاثينات واليوم منافس رئيسي على مستوى الوطن العربي ان شاء الله يعني يردون لنا البطولات اللي تجمع شملنا كنا ونتلاقى ونتسابق وان شاء الله خير والله رفيق. كابتن انا بشكرك كمان وانا اللي عم تقوله بوافقك 100% لانه انت لك فضل علي وانا ما بنسى الناس اللي لهم فضل علي في عندك ناس يعطوك وقت وبقلب الوقت بيعطوك معلومات قيمة بتصير محفورة برأسك وقتها أنا يكون حدا عمل لي كوتشينج مثلك ومثل كريس ومثل كل الشباب اللي ساعدوني أنا بكن لكم بالفضل إلى أبد الأبدين حبيبي وخاصة أنه اللعبة اللي أعطيتوني إياها هي سبب هذا الشيء كمان لازم الكل يعرفه أنه هذه اللعبة بتمحي لك الستريس برأسك لانه قد ما يكون عندك ستريس في حكمة نفسية انا عندي كان تلاميذ جايين الحكيم وصف له لعبة اكستريم لتمحيله الميموار من راسه لانه الوقت اللي بتكون عم بتسوقه مثل ما حكيت ما حدا بيفوت بيناتك انت ودراجتك والطبيعة اللي انت عم تسوق فيها هودي قصص ما حدا بيعرفهم قيمتهم غير اللي بده يعيشهم وبشكرك انا على كل شيء واكيد انا رح اكون شوي اكثر احتب رح اسمع نصيحتك مثل ما كل النصايح اللي سمعتهم قبل لحتى نساعد الكل والكل يمكن يستفيد اكثر انا رح اخذها بهالاتجاه انه نحط القصص اللي بتفيد مثل هذا الاكشن اللي هلا عم تعملها انه نقدر نفيد الناس ان كان بافكارنا ان كان بخبرتنا ان كان انه نساعدهم ليتطوروا وما ييأسوا اهم شيء ما ييأسوا لانه الوضع صعب على الكل صحيح مشكور ثانك يو لك ولا العالم
زين قول لنا وين الناس تقدر تتابعك، وين الناس تقدر تتابعك، عطنا الاكونت مالك. هلا ماني حافظه، فيه ورا فيه 11 على الانستغرام والفيسبوك. انا شباب بكتبه تحت في الديسكربشن، بحط الاكونت ماله وان شاء الله هذا. وانا اعرف رفيق اذا قال كلمه يوفي فيها، فان شاء الله بيحاول ينزل اول باول، وتابعوا والله راح تستفيدون. ريال عنده علم ومن الناس اللي يبحث، بتستفيدون ان شاء الله. مشكورين. اخر كلامنا لايك سبسكرايب، خلونا كومنت منو تبون تشوفون نيكست، و يلا السلام عليكم. باي باي. مشكورين.